الآن التاسعة عشرة من الحدث. طابت ليلتكم مشاهدينا وسائر أوقاتكم بالخير كل. هذه رقاع دعوتنا لمتابعة هذه الحلقة الجديدة من التاسعة عشرة، معكم في تقديمها سعد الدين حسن. ندخل إليها من بوابة عناوينها. معبر جديد نحو شمال غزة، نتنياهو لا ينتظر الصفقة الجيدة، رفح تترقب الهجوم رغم الاعتراض الأممي. مقترح للتهدئة فرنسي يحط في تل أبيب، وإسرائيل تهدد لبنان بحرب شاملة وتروج لمنطقة أمنية عازلة. حراك دبلوماسي في دمشق وبحث مدني في بروكسل حول مستقبل سوريا. أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل، فيما تنتظر القاهرة رد حماس على المقترح المصري للتهدئة في قطاع غزة وتبادل الأسرى مع إسرائيل. أكد مصدر في الحركة أن الرد سيتم خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة. وكشفت في تصريحات للحدث أن هناك تغيرا في العقلية الإسرائيلية على عكس المرات السابقة حول ملف المفاوضات. البيت الأبيض وصف اقتراح اتفاق الرهائن الجديد بالجيد، حثا حماس على قبوله وكاشفا أن معبرا جديدا إلى شمال غزة سيفتح هذا الأسبوع، وأن الاتفاق سيؤدي إلى وقف القتال لستة أسابيع في كل مكان. الخارجية الأمريكية قالت إن واشنطن لم ترى خطة إسرائيلية ذات مصداقية من شأنها معالجة المخاوف المتعددة في رفح، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي جدد موقفه من ضرورة اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة من أجل القضاء على حماس سواء بالصفقة أو بدونها، كما اعتبر أن فكرة إنهاء الحرب قبل تحقيق الأهداف ليست خيارا مطروحا وفق قوله. كذلك زعم أن عملية إجلاء المدنيين من المدينة الجنوبية بدأت تمهيدا لشن هجوم بري، فيما كشف مصدر دبلوماسي فرنسي أن وزير الخارجية الفرنسي أبلغ نتنياهو أن الهجوم الإسرائيلي على رفح فكرة سيئة ولن يحل أي شيء في حرب إسرائيل على حركة حماس. أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فحذر من أن أي هجوم عسكري إسرائيلي على رفح سيشكل تصعيدا لا يحتمل وسيؤدي إلى مقتل مزيد من المدنيين وسيدفع بمئات الآلاف إلى الفرار. القتال في غزة مستمر، إننا ندفع ثمنا باهظا في حربنا ضد وحوش الإرهاب. التقيت اليوم بممثلي عائلات قتلى وعائلات المختطفين، قلت لهم سنكمل أهداف الحرب وسنقوم بإجلاء السكان المدنيين حتى نتمكن من التركيز على الإرهابيين كما فعلنا حتى الآن. سندخل رفح لأنه ليس أمامنا خيار آخر، سندمر كتائب حماس هناك وسنكمل كل أهداف الحرب بما في ذلك إعادة جميع المختطفين لدينا. هناك قوى كثيرة تحاول منعنا من القيام بذلك، وقد انضمت إليهم مؤخرا قوة أخرى وهي المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ليس لهذه المحكمة أي سلطة على دولة إسرائيل، واحتمال أن يصدر مذكرات اعتقال بحق قادة الجيش الإسرائيلي وقادة الدولة بتهمة ارتكاب جرائم حرب هو فضيحة على نطاق تاريخي. بلغوا قبل أقل من دقائق معدودة، بلغوا جارنا يبلغ الحارة، ما عرفناش مين البيت المستهدف، ما عرفناش إيش المنطقة، صار ذعر في المنطقة كل نسوان بأطفال بشيوخ، ما عرفناش وين الضربة. في هذا التوقيت وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى إسرائيل للدفع باتجاه اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحض حماس على قبول مقترح ينص على وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين. بلينكين دعا حماس أيضا في تصريح لصحفيين في إحدى ضواحي العاصمة الأردنية عمان، دعا لعدم التأخير في قبول الاتفاق، كاشفا أن الرصيف البحري قبالة غزة سيكون جاهزا بعد أسبوع من الآن.
بالإضافة إلى الجهود الإنسانية، تركيزنا هو الوصول إلى وقف لإطلاق النار وإعادة الرهائن إلى بيوتهم. هذه مسألة ملحة، وأعتقد أن بالإمكان تحقيقها، لأن الإسرائيليين وضعوا مقترحات قوية على الطاولة وبرهنوا على أنهم مستعدين للوصول إلى حلول توافقية. الآن العبء على عاتق حماس، حان الوقت للتصرف. وخلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي، حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من خطورة أي عملية عسكرية في رفح. بدوره بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين، بحثا جهود خفض التصعيد في المنطقة ومنع أي هجوم إسرائيلي على رفح. كما بحث الوزيران التصعيد في الضفة الغربية وملف تنفيذ خطة شاملة لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين، بحسب منشور لوزارة الخارجية الأردنية على موقع إكس. الطرف حتى كله في التوقيع على هدنة ليس من باب يعني التعب من المقاومة، بقدر ما هو حنين إلى مسقط الرأس والعودة إلى المنزل والعودة إلى الأهل والجيران والأحباب. نأمل إن شاء الله أن يكون في هدنة ويتم هذه الهدنة، وخصوصا الجانب الفلسطيني يعني أبدأ مرونة وتنازلات كما سمعنا في الأخبار، وهذا مؤشر إيجابي. أنا رفيق طيب من الشمال من معسكر جبال نازح برفع على عودة. احنا والله فقدين الامل انه نرجع ونروح، اما احنا نفسنا نروح ونفسنا نشوف بيوتنا ونشوف اصدقائنا ونشوف حبايبنا، اما انه في امل تقولوا في امل نروح وفي هدنه ما فيش هدنه. كثير الاسباب اللي شداني انه يكون في هدنه او تنجح هذه الهدنه، اولا وقف نزيف الدم الموجود طبعا، وتردد الاوضاع الاقتصاديه اللي بنعيش فيها. هذا طبعا بهمني انه يكون في هدنه، اذا كان في هدنه بصير في حياه وفي معيشه، ووقف القصف ووقف المجازر ووقف الهتك الاعراض والدم وسيلان الدم الموجود القائم. وطبعا هذه اهم الاسباب، والاسباب الثانيه انه نروح على بيوتنا، طبعا اهل الشمال كلها تروح من هنا على ديارها. طبعا هذا امر مهم كثير عنا، وبنخف من الضغط في مدينه رفح. نجمل كل هذه التطورات نقاشا مع ضيوفنا من رام الله الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أنور رجب، مرحبا بك. من الناصر الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ نظير مجلي، مرحبا بك. ومن القاهرة الكاتب الصحفي مدير تحرير جريدة الجمهورية الأستاذ أشرف عبد الغني، مرحبا بكم جميعا. أبدأ من رام الله معك أستاذ نظير مجلي. تصريحات لافتة لنتنياهو في ظل ارتفاع سقوف الأمل والتفاؤل بتوقيع هدنة وصفقة هدنة، عملية رفح قائمة من غير هدنة أو بدونها، كيف ستتلقى حماس ذلك وهي تستعد للرد على المقترحات؟ مرحبا بك أستاذ سعد الدين. مرحبا بالضيوف وبالمشاهدين والمشاهدات. نتنياهو أولا يعني يتمنى أن يستفز بذلك قيادة حماس تتراجع ولا توافق على الصفقة. هذه أكبر خدمة تقدمها له. إن لم تقدمها حماس وتوافق على الصفقة فهو يركب هذا التصريح كي يعطي سلما لليمين المتطرف في حكومته الذي يهدد بتفكيك الحكومة، فهو يقول ما زلت على نفس السياسة وسأكمل فيها. لكن واضح أن قضية اجتياح رفح هي تهديد قائم وخطير من دون شك، ولكن احتمالات تنفيذه قليلة جدا، لأن وهي أكثر سلاح تهديد. هل استفزاز أستاذ نظير عذرني حماس هو الغاية الوحيدة، أم أن الرجل يعني يذهب في طريقه وفي حقل الغام، والرجل الآن في مهب الريح يواجه معركة مصير؟ المسألة أكبر من أن الرسالة قد تصل إلى حماس أو كيف تتعاطى حماس، هو يواجه أزمة داخلية اليمين من جهة، الأسرة الأسرى. نعم بالتأكيد، ويتكلم وأهالي الأسرى يتظاهرون ليليا كل مرة، كل يوم يتظاهرون من جديد، وخطابهم السياسي أصبح حد، ويتهمونه بأنه ليس فقط ليس جادا في
الصفقة، إنما يقولون أنه قاتل ولأنه لا يكترث بالأسرى. اليوم ظهر، الليلة ظهر استطلاع رأي يقول بشكل واضح أن 65% من الجمهور الإسرائيلي لا يثق بتصريحات نتنياهو أنه يسعى للانتصار، ويتحدثون عن أكثر من 50%، 54% يؤيدون هذه الصفقة فورا، وهو يواجه ضغوط من دون شك. أستاذ أشرف، كيف ستؤثر هذه التصريحات على اللحظات الأخيرة؟ نحن على أعتاب رد حماس، والمؤشرات تقول، ونحاول أن نستطيع أيضا ما لديك من مجموعات، أن حماس تتعاطى بشكل إيجابي، لكن هذه التصريحات هل تقتل الطريق إلى هذا التعاطي الإيجابي وموافقة حماس على ما يطرح في هذه الصفقة المصرية التي وصفت بالجيدة؟ أعتقد أن هذه التصريحات تعبر أكثر ما تعبر عن شيئين مهمين. أولا، الارتباك الشديد داخل حكومة الإسرائيلية في التعاطي مع الورقة المصرية الأخيرة التي لاقت قبولا كبيرا حتى من داخل إسرائيل على مستوى الأجهزة الإمنية وحتى على عدد من الأطياف السياسية الموجودة. حالة الارتباك هذه أعتقد أنها تشوب أكثر ما تشوب بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة وأعضائهم من المتطرفين مثل وزيري المالية والأمن القومي الإسرائيلي، لأن هذه الهدنة إذا ما تم إقرارها والموافقة عليها بشكل نهائي فإنها تمهد بلا شك إلى خروج هذه الحكومة من السلطة بشكل أو آخر. ثاني، هذه الأمور أعتقد أنها محاولة ضغط أخيرة من جانب بنيامين نتنياهو لتحقيق ما يصبو إليه بضغط حركة حماس من أجل القبول بالحد الأدنى من المطالب التي تقدمها، لأن البديل أمامها كما يقول نتنياهو في كافة تصريحاته. لكن فرضا إن ردت حماس رغم هذه التهديدات، رغم هذه التهديدات ورغم أنه لا واقعية، يعني على ماذا أوقع والحرب ستستمر وكل الجهود الآن تتحرك من خلال هذه الصفقة لمنع العملية في رفح، ونتنياهو يقول من غيرها وبدونها العملية قائمة، إن تجاوزت حماس ذلك ولم تبتلع هذا الطعم، هل عملية رفح غير قائمة بالنسبة لنتنياهو لأنه يعتبرها المحطة الأخيرة للانتصار وتحقيق الأهداف؟ وفقا للورقة المصرية وكل المقترحات المقدمة في هذا الشأن، فإن إطالة أمد المراحل الثلاث للهدنة المتوقعة خلال الأيام القليلة المقبلة، كلما طال أمد الهدنة كلما أعتقد فقد بنيامين نتنياهو ويمينه المتطرف الكثير من السيطرة على مجريات الأمور داخل الحكومة أولا وداخل البلاد ثانيا، لأنه في هذه الحالة أعتقد أن أمواج الرفض ستزداد ارتفاعا داخل إسرائيل، وهي عالية بالفعل، عالية على مستوى المظاهرات الشبه الدائمة الموجودة داخل البلاد التي تطالب بالإفراج عن الأسرى، عالية أيضا على مستوى الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية والعديد من الخبراء الذين تحدثوا بشكل واضح عن أن هذه الحكومة، لكن هل يبدو لك أن الرجل يكترث لها الإسرائيلية إلى فشل أم يظهر ذلك أنه غير مكترث فقط؟ أعتقد أن الرد حركة حماس لن يعتمد بأي شكل من الأشكال على تصريحات صادرة من هنا أو هناك داخل الحكومة الإسرائيلية، ولكن الرد سيعتمد بشكل أساسي على الضمانات التي ستحصل عليها من خلال هذه الورقة المقدمة من جانب الدولة المصرية بدعم كبير من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الأطراف الدولية الفاعلة في هذه الأزمة. رد حماس سيكون منصبا بشكل أساسي على الضمانات التي ستحصل عليها خلال الفترة المقبلة. نعم أستاذ أنور، هل توافق أستاذ أشرف ذلك أن حماس لن تكترث لهذه التصريحات؟ إن كنا نتحدث عن ضمانات حتى لألا تعود إسرائيل إلى الحرب، يعني كانت تطرحها حماس أنه ما الضمانات، ما بالك ضمانات حول عدم اقتحام رفح؟ مساء الخير أخي سعد الدين لك ولضيوفك الكرام ومتابعي قناتكم. مرحبا. أعتقد أنه مسألة الضمانات هي المسألة الأساسية الآن لدى حركة حماس، بمعنى في مجمل الصفقة أو البنود التي يتم تداولها، أنا بتقديري أن قضية وقف نهائي للحرب هي المسألة الأساسية التي تسعى وراءها حركة حماس، ومن هنا توفير ضمانات لحركة حماس بأن المآل النهائي لهذه الصفقة أو صفقة التبادل أو وقف إطلاق النار المؤقت سيكون
سيقود إلى وقف إطلاق نار دائم. إذا لم تتلقى حماس ضمانات بهذا الشكل بهذه النقطة، أعتقد أنه كثير من التفاصيل ستبدأ تبرز حول عدد على سبيل المثال. أي نوع من الضمانات أستاذ أنور، مكتوبة في نص الاتفاق أم لا، الاعتماد على دول ذات ثقل كمصر وواشنطن كوسطاء؟ خاصة أن نتنياهو يقول أنا غير مضمون، من غير هذه الصفقة أو بدونها سأدخل رفح، وهذا يعني الحرب، يعني استمرار الحرب بشكل دائم بموضوع ضمانات، وأن يكون الاتفاق يحمل صيغة واضحة بأن هذه الاتفاقية أو هذه الصفقة ستقود إلى وقف إطلاق نار نهائي. أعتقد أنه هذه المسألة لن تحصل عليها حماس ولن يوافق عليها نتنياهو. تصريحات نتنياهو اليوم ليست عبثية، ولا أنا من وجهة نظري ليست عبثية، ونتنياهو هذه خطته وهذه رؤيته. موضوع استكمال الحرب مسألة لا عودة فيها ولا تراجع عنها بالنسبة لنتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف، وتحدثون عن بنكفير وسموتريتش وباقي أعضاء مجلس الوزراء المصغر الذين يتخذون مثل هذه القرارات، حتى لو هو يستعين بهم، حتى لو كان هناك مجلس حرب وهناك خلافات جدية وحقيقية في مجلس الحرب، في ما تحديدا في مسألة رفح، بمعنى أنه حتى غانس وأيزنكوت يطالب باستنفاذ كافة الجهود للوصول إلى اتفاق. في حالة استنفاذ هذه الجهود والاتصالات يتم دخول رفح. عملية رفح عملية معقدة من ناحية ردود الفعل الأمريكية، الوضع الإسرائيلي الداخلي، ولا ننسى أن هناك الحديث حول صدور مذكرات دولية بحق مسؤولين إسرائيليين على رأسهم نتنياهو ووزير الدفاع. هذا من شأنه أن يلقي بظلاله أيضا على الجيش الإسرائيلي وعلى معنوياته وحركته في الميدان. ولكن بالرغم من ذلك كله، نتنياهو هذه رؤيته، هذه خطته. نتنياهو سيحاول كما كل مرة أن يتهرب ويناور ويخادع ويمارس الألاعيب من أجل إفشال أي نجاح لهذه الصفقة. وأنا أعتقد واضح إنه على حركة حماس أن تتنبه جيدا لهذه المسألة وألا تمنحه هذا المبرر كما تحدث السيد نظير. هذه مسألة أساسية الآن، حماس يجب أن تأخذ عين الاعتبار. دعني أتوجه بهذه النقطة بالفعل. الواقع الفلسطيني فيه وموقف نتنياهو وما يخطط له نتنياهو في إطار ردها على هذه الصفقة، وأنا أعتقد يكفي إشارة صغيرة فقط. تفضل يكون. الآن هذه الصفقة لها مظلة دولية ولها مظلة عربية، وليس من السهل أن تكون ارتداداتها على حركة حماس إذا ما رفضت هذه الصفقة. نعم أستاذ نظير، يعني الموقف الذي وجدت حماس بالفعل بعد هذه التصريحات نفسها فيه، ومن حيث التكتيك السياسي، أنا أعطيك أسرى وكل الأسرى بما تريد أطلق وتحقق أنت غاية، يعود النازحين إلى الشمال، سيخففون مسألة العمليات اللوجستية المطلوبة لدخول رفح وهي إخلاء رفح أو فضل، وأعود وأهاجمك يعني، وكيف يمكن أن تكون هذه فرصة والصفقة جيدة ولا ضمانات؟ طبعا ليس موقفا سهلا الذي تقف فيه حماس من دون شك، ولكن لديها أمر واضح في هذا الشأن. تقول تريد وقف إطلاق نار تام وهذا غير ممكن في الموقف الإسرائيلي في هذه المرحلة. يعني ربما في مرحلة قادمة يصبح ممكنا. وكيف يمكن هذا؟ هم قالوا في إسرائيل إذا لن نوقف الحرب إلا إذا استرددنا جميع الأسرى. هذا أحد تصريحات غانتس، وهذا يعني أنه إذا تمت الصفقة شاملة وكاملة، نحن الآن نتحدث عن صفقة جزئية ليس عن الصفقة الشاملة. إذا تحدثنا عن صفقة شاملة حتما ستشمل هذا البند، وعلى هذا يوجد ضمانات لحماس من قبل الولايات المتحدة ومصر وقطر، لأن هناك أيضا تعهد إسرائيل. في خلال هذه المفاوضات توجد التصريحات والضرب الذي تقوم به إسرائيل ميدانيا وجزء من المفاوضات بما في ذلك هذا التهديد. أستاذ أشرف، هل تتفق مع الأستاذ نظير أن الأمر مقدور عليه فقط وعلى حماس أن
أن ترضى بهذا الجزء 6 أسابيع وهناك ضمان، مصر موجودة، قطر، واشنطن، ومن ثم يمكن أن يتطور هذا إلى وقف شامل أم لا بعد التصريح والتلويح الإسرائيلي الأخير؟ تحتاج حماس إلى حديث أو ضمان أن هذا الأمر بالفعل سيتطور إلى وقف شامل وليس مؤقت، وسيمنع بالتالي عمليا دخول رفح. نعم، أتفق معه تماما، ويمكن بالإضافة إلى ما تفضل بذكري أن أضيف أن فكرة مطالبة حماس بوقف شامل لإطلاق النار وإعادة الإعمار وعودة النازحين مرة أخرى إلى شمال غزة، هنالك تعهدات أمريكية تقترب من حد الضمانات بأنها ستتدخل لدى إسرائيل من أجل هذه التأكيدات التي تقترب من وجهة النظر الأمريكية إلى الضمانات. النقطة الثانية أن بيني جانتس نفسه لديه له تصريحات أخرى مغيرة خلال الساعات الأخيرة يتحدث فيها صراحة عن أننا إذا وصلنا إلى مرحلة الهدنة فمن الممكن أن يطول أمد الهدنة إلى فترة طويلة وصولا إلى وقف شامل لإطلاق، وقف شامل ودائم لإطلاق النار، أو في هذا المعنى تحدث بشكل أو بآخر. ثالث النقاط التي يمكن أن تضمن لحركة حماس أن هذه الهدنة ستمتد لفترة طويلة، أولا الداخل الإسرائيلي المتأزم بفعل الأحداث الجارية، ثانيا المرحلتين الثانية والثالثة من اتفاق الهدنة المقترح، واللذان سيضمنان إلى حد كبير فكرة استعادة كافة الأسرى الإسرائيليين، استعادة الرفات، ضمان عودة النازحين، وفكرة عودة النازحين أيضا إلى شمال غزة هي في حد ذاتها ضمانة لعدم تكرار ما حدث أو التقليل منه على مستوى المستقبل. بالإضافة إلى ذلك الضغوطات العربية، الضغوطات الأمريكية، ما يحدث في الداخل الأمريكي من مظاهرات داخل الجماعات، الضغوط العربية الشديدة من خلال المجموعة العربية المشكلة، المجموعة الوزارية المشكلة من جانب القمة العربية الإسلامية، كل هذه الضغوطات أعتقد أنها تمثل ضمانات بشكل أو بآخر لحركة حماس، وتعطيها إلى حد ما كرتا أقدر للمضي قدما نحو هذه الهدنة والموافقة عليها إذا ما حصلت على الوعود أو حتى الضمانات الكافية من جانب الأطراف المشاركة في المفاوضات بشكل فاعل خلال الساعات الأخيرة. نعم أستاذ أنور، بلينكين في تل أبيب يعني حط طائرته، ولكن هذه المرة مختلفة، يحتاج لإشهار العصا الأمريكية، لكن هل يملك الرجل جزرة يمكن أن تشجع نتنياهو وتخفف عنه ضغوط اليمين الذي يرى في الصفقة تهديدا لبقاء الحكومة؟ هو حقيقة يعني الإدارة الأمريكية قدمت الكثير من الجزر لنتنياهو، وليس جزرة واحدة. يعني الحديث يعني نبدأ من الآخر في موضوع احتمالية إصدار، لكن ماذا فعل بها وعلى أي أساس أعطيت له؟ ماذا فعل بها نتنياهو هذه الجزرات وعلى أي أساس أعطيت له؟ هو هذه الجزرات يأخذها نتنياهو ويستثمرها، ولكن يتهرب ويناور من في تنفيذ المطالب الأمريكية. إذا سنجد الآن أشهر عديدة والإدارة الأمريكية لم تحقق حتى الآن مطلبا واحدا، يعني إلا مطلبا جزئيا وهو موضوع المساعدات. صحيح. جزئيا، وحتى الآن لا يوجد أي تأثير للإدارة الأمريكية على قرارات نتنياهو. هو يحصل إنجازات، هناك مظلة وحماية من الإدارة الأمريكية. صحيح هناك خلافات واعتراضات، ولكن حينما نأتي إلى القرارات الحقيقية والجدية نجد الإدارة الأمريكية تبتعد عنها وتشكل مظلة وحماية لإسرائيل. كثير من القرارات التي كان يمكن أن تشكل ضغطا على نتنياهو بما فيها ما احتمالية صدور مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، بما فيها الموافقة على دولة كاملة العضوية لفلسطين في الأمم المتحدة. لكن بالأمس البيت الأبيض على الأقل أعطاه جزرة وقال أنه غير موافق على إصدار مذكرات بحق نتنياهو أو غيره يعني من قادة الجيش، قبل أن يحط يعني بلينكين في تل أبيب. أنا أقصد أنه مرة أخرى الإدارة الأمريكية في المواقف المطلوب منها أن تتخذ مواقف جدية تتهرب، هي مجرد تمارس ضغوط على بدون أنياب. يعني لا يوجد
ما يجبر نتنياهو على ذلك. نتنياهو يناور. وبالمناسبة أنا أعتقد أنه رغم أن الظرف الإسرائيلي والدولي وكل ما نتحدث عنه يشكل عامل ضغط على نتنياهو، ولكن نتنياهو لن يستسلم. نتنياهو يتبنى رؤية بن كفير وسموتريش، ولكنه يختبئ خلفهما. نتنياهو يحمل نفس الأفكار. نتنياهو لن يريد أن لا يريد أن توقف هذه الحرب، لا يريد صفقة، لا يريد عدم اجتياح رفح. أي وقت لإطلاق النار هو سقوط لنتنياهو ولائتلافه، وهو يدرك ذلك جيدا. ليس فقط لنتنياهو وائتلافه، بل وبرنامجها الذي عمل على عليه طوال العشرين سنة الماضية. نعم أستاذ نظير، يعني زيارة جديدة. أنا كفلسطيني اسمح لي أكمل فقط. أكمل. أنا كفلسطيني أرى أنه يجب على حركة حماس أن لا تفوت هذه الفرصة. نعم. بالمطلق. نعم. بغض النظر عن التفاصيل. نعم. الشعب الفلسطيني كما قلنا دائما ونقول الوقت من دم، لا يمكن أن يتحمل الشعب الفلسطيني أكثر من ذلك. عملية اجتياح رفح لو تمت سيكون لها تداعيات خطيرة، ليس فقط على الشعب الفلسطيني وعلى المنطقة أيضا، وربما هذا ما يعزز موقف القاهرة لأن تلعب هذا الدور النشط. لأنه عمليا لا أحد يضمن تطورات الحرب. نعم. أي إن كانت. نعم أستاذ نظير، نعم عذرني فقط الوقت يحاصرني، وأود أن أيضا في ذات السياق أن أذهب إلى الأستاذ نظير أيضا بأوجز ما تستطيع. التوقيت يفرق باعتبار أن يعني ربما دعم واشنطن لتل أبيب بات يمسها في العصب الحي ويحدث فيها هزة دستورية ما يجري في الجامعات، وهذا سنناقشه في ساعتنا الثانية. هل سيجعل هذه العصا المشهرة أكثر تلويحا وضغطا أمام نتنياهو وقراراته؟ نعم يوجد شيء من هذا، وهناك يعني بلينكين هو مثل كل الوزراء الخارجية الأمريكيين يطمحون لأن يصلوا في مرحلة ما إلى وزن هنري كيسنجر الذي خاض مع إسرائيل حرب 73 أكتوبر وأنهاها في نهاية المطاف بالتجاوب مع مبادرة السادات وتوقيع السلام الإسرائيلي المصري. بلينكين يبحث عن شيء كبير لكي يتقدم فيه، وإسرائيل تشغله في قضايا صغيرة ونتنياهو أيضا، ولكن كادوا يجروا الولايات المتحدة إلى حرب إقليمية. صحيح. وها هي الآن الحرب داخل الولايات المتحدة. الولايات المتحدة بدأت شريكة لإسرائيل في هذه الحرب، الآن تشعر أنها أصبحت ضحية ووقعت في مصيدة إسرائيل في هذه الحرب، وتحاول أن تخرج من هذه المصيدة بأقل ما يمكن من الخسائر. نعم. وبأكثر ما يمكن من الإنجازات وبأوسع ما يمكن. نعم. ليس فقط إطلاق النار إنما أيضا التفكير بأفاق سياسية. نعم أستاذ أشرف، وبإيجاز هل تنقذ زيارة بلينكين الصفقة؟ أعتقد أن زيارة بلينكين ربما تمثل دعما للصفقة، ولكنها لن تمثل عاملا رئيسيا. كما تفضل بالذكر منذ قليل، بلينكين يحاول أن يستعيد ظلال كيسينجر على غرار ما حدث في حرب 73 أو حتى ما حدث في العديد من البلدان الأخرى، ودائما ما ظلال كيسينجر تطارده. ولكن هذا الرجل بجولاته المكوكية السبعة الماضية في المنطقة لم يحرز تقدما. أعتقد أن الضغط الأساسي سيأتي من القاهرة أولا ومن الولايات المتحدة ثانيا. القاهرة، لأن في حقيقة الحال إذا ما حدث اجتياح بري لمدينة رفح فإن هذه المسألة تمثل ضغطا كبيرا على القاهرة، وستجد نفسها بين أمرين كلاهما مر. فكرة قبول النزوح داخل الحدود المصرية، وهذه مسألة مرفوضة تماما من جانب الأمن القومي المصري والقائمين على الدولة المصرية، وأيضا التعامل الإنساني مع هذه الأزمة الفظيعة إنجاز التعبير خلال عملية اجتياح. إذن ضغط القاهرة وضغط الولايات المتحدة وضغط الدول العربية الفاعلة بما تملك من أدوات في هذا الملف، أعتقد أنه سيمثل أدوات الضغط الأكبر والأبرز على إسرائيل القبول بهذه الهدنة خلال الأسابيع الست القادمة. من القاهرة الكاتب الصحفي مدير تحرير جريدة الجمهورية الأستاذ أشرف عبد الغني، وكذلك ضيفي من رام الله الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أنور رجب من الناصرة الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية أستاذ نظير المجلي، شكرا لكم جميعا. قطعت تظاهرة معارضة للحرب في غزة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خلال خطابه في جلسة استماع لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، واتهمت التظاهرة أوستن بدعم ما وصفته بالإبادة الجماعية في غزة.
and we're supporting genocide in Gaza. It is illegal, it is immoral, it is disgusting. The whole world is watching what we are doing in Gaza right now. Secretary General, you are supporting a genocide. قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه إذا لم ينسحب حزب الله من الحدود فإن إسرائيل ستعمل ضده في كل لبنان، مؤكدا أن حربا شاملة قد تندلع إذا ما استمر حزب الله على حدود إسرائيل الشمالية. إسرائيل كاتس قال أيضا إن بلاده تخطط لإنشاء منطقة أمنية عازلة تسيطر عليها إسرائيل في حال رفض حزب الله الانسحاب من الحدود. وفي السياق، سلمت باريس لبنان ورقة جديدة تأتي بهدف تقليص فرص المواجهة بينها وإسرائيل في ظل ما يحدث في قطاع غزة. ووفق مصادر سياسية، فإن المقترح يتضمن وقف الأعمال العسكرية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي إنفاذا للقرار 1701 وتأمين عودة سكان المستوطنات الشمالية وأهل الجنوب إلى قراهم، إضافة لانتشار 15,000 جندي من الجيش اللبناني في جنوب الليطاني بعد تعزيز بالتجهيزات الكافية وإطلاق مفاوضات تثبيت الحدود وتشكيل لجنة مواكبة لهذا الغرض. صباحو. ما عادش حيتسكر شيخ. وفي سياق متصل، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة من الأثر الكبير الذي سيخلفه التصعيد المستمر في جنوب لبنان بين حزب الله وإسرائيل على الأطفال الذين بات الآلاف منهم بحسب المنظمة خارج المدارس. يونيسيف دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار وحماية الأطفال والمدنيين ومضاعفة الجهود للتأكد من أن كل طفل في لبنان يذهب إلى المدرسة ويتعلم وأنه في منأى عن الأذى الجسدي والنفسي. وبحسب اليونيسيف فإن أكثر من 10,000 شخص بينهم ما لا يقل عن 4,000 طفل هم في أمس الحاجة إلى الخدمات الأساسية مثل التحصين والحصول على الأدوية الحيوية. وحذرت منظمة اليونيسيف من أنه ما لم يتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار فإن لبنان سيكون معرضا لخطر حرب واسعة النطاق سيكون لها تأثير مدمر على 1,300,000 طفل في البلاد. وفي 19 أيضا بعد فاصل قصير، يوم حوار سوري في بروكسل. يتعرض معظم سكان الأرض لتقلبات جوية حيث الأعاصير والزلازل وارتفاع درجات الحرارة، فتسببت بوفاة وتهجير الملايين وأضرار اقتصادية هائلة. ففي كل لحظة هناك أناس يواجهون التغير المناخي في بقعة ما من هذا الكوكب، فنحن لا نقف عند آثار ذلك عليهم، بل نحاول جاهدين أن نبحث في كيفية إيجاد الحلول لمواجهة هذه الأزمة العالمية مع الخبراء والمختصين. The climate crisis is spiraling out of control. الآن
العالم وفي كل وقت حدث يغير شيئا ما في حياة أناس، في قرارات قادة، وفي مصائر دول. لأن لكل خبر تداعياته. تابع الحدث في مكانه وزمانه. أهلا بكم من جديد إلى الملف السوري. وفيه وصل وزير الخارجية التشيكي يان ليبافيسكي إلى دمشق في زيارة هي الأولى من نوعها منذ بداية أزمة سوريا. الوزير التشيكي سيلتقي الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره السوري فيصل المقداد، فيما دعت نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا إلى وضع رؤية واضحة وخطوات قابلة للتنفيذ من أجل تحريك العملية السياسية بموجب قرار مجلس الأمن المعروف رقم 2254 وإنهاء الصراع الدائري في البلاد، مؤكدة أن هذه المهمة شاقة ولكنها ضرورية بالنظر إلى عمق الأزمة ومعاناة الشعب السوري داخل سوريا وخارجها. وأضافت خلال مؤتمر بروكسل الثامن حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة أن الحقيقة المأساوية هي أن الصراع العنيف مستمر يتسبب بمقتل المدنيين والدمار من جميع الأطراف في سوريا، لكن الوضع الإنساني لم يكن بهذا السوء في أي وقت مضى، مشيرة إلى أن السوريين يحتاجون رؤية طريق للخروج من الصراع. ويحتوي القرار 2254 على كافة العناصر المطلوبة في ركائزه الأساسية التي تضمن سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها، كما أكدت نائبة المبعوث الأممي على الحاجة إلى العمل مع جميع الأطراف لصياغة أرضية جيدة من أجل إحراز تقدم من شأنه تحسين الحياة اليومية للسوريين. هذا وينظم الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الدورة الثامنة من مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا، يتضمن يوما للحوار يجمع المجتمع المدني السوري. وحمل المفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيس ليناردتشيتش دمشق مسؤولية الوضع في سوريا قائلا إنها جعلت غالبية السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، كما اتهم الرئيس السوري بالعزوف عن الانخراط في العملية السياسية التي من شأنها أن تفتح الطريق لعملية إعادة الإعمار. وشدد المسؤول الأوروبي على الحاجة الماسة إلى مواصلة الجهود وتكثيفها للتوصل إلى حل في سوريا. في سياق متصل وخلال مشاركته في مؤتمر يوم حوار حول مستقبل سوريا، أكد رئيس هيئة التفاوض السورية بدر الجاموس أكد للحدث أن غياب الحل السياسي يزيد أمد الأزمة التي تمر بها بلاده، مشيرا إلى خطورة عودة اللاجئين السوريين لموطنهم دون التوصل لتسوية سياسية. مع عدم وجود حل سياسي تزداد الأزمة الإنسانية، يزداد اللجوء، يزداد التطرف، يزداد الإرهاب، وهذا يعني طبيعي بسبب عدم وجود رؤية وعدم وجود أمل لدى السوريين في مستقبل أفضل لهم. نحن موجودين في بروكسل، كان لنا عدة يعني لقاءات مع مبعوثين الدول، أيضا مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة، وأيضا مع السوريين الحاضرين من كافة مناطق سوريا. كلهم يريدون حل سياسي، كلهم يطمحون إلى تطبيق القرار 2254. رسائلنا واضحة، نريد حقيقة مسؤولية أكبر من المجتمع الدولي، من أعضاء مجلس الأمن، أيضا نريد دور عربي حقيقة. الدور العربي غائب في مؤتمر بروكسل، نريد دور عربي أكبر لمساهمة بالحل في سوريا. وحدة سوريا واستقلالية سوريا لا يمكن أن تتم بدون حل سياسي عادل يضمن لكل السوريين حقيقة الأمن والأمان والاستقرار والعودة الآمنة إلى وطنهم وبلدهم. ونفتح النقاش حول كل هذه التطورات سوريا من لندن مع الكاتب الصحفي السوري الأستاذ سامر الخليوي، ومن دمشق مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ غسان يوسف. مرحبا بكما. أبدأ من عندك أستاذ غسان، برؤيتك يعني كل هذا الحراك يأتي من فراغ في هذا التوقيت بالذات، بعد أن ربما كان هذا الواقع مجمد هذا الملف، يعني وأعني هنا الحل النهائي، الحل السياسي والتسوية السلمية لهذا الصراع الذي طال أمده.
تحياتي لك أستاذ سعد الدين ولضيفك الكريم والمشاهدين. طبعا يعني هناك حراك، ولكن أنا أعتقد يعني بأن هذا الحراك أحادي الجانب. إذا استثنى مثلا زيارة وزير الخارجية التشيكي إلى سوريا وهو دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، أيضا كان هناك زيارة لرئيس المخابرات الرومانية إلى سوريا، وإذا استثنى العلاقات العربية المتطورة، البحرين أيضا عربيا دخلت على الخط. نعم، وهذا ما قلته أستاذ سعد الدين، وأن اليوم يعني وزير خارجية البحرين والعلاقات بين البحرين وسوريا بقيت جيدة وتطورت أكثر عندما تم تعيين سفير فوق العادة في العام 22. واليوم يعني زيارة وزير الخارجية البحريني إلى سوريا هي تؤكد بعمق هذه العلاقات، وأيضا تؤكد حضور سوريا. كأنك تشير أن هذه المسائل، إن كنا نتحدث عن البحرين أو تشيك، وبالفعل هم مواقفهم مستمرة ويعتبر في وضع الصديق يعني للنظام الحاكم في سوريا، هل هو تحرك ثنائي فقط برأيك بالتزامن مع ما يجري في بروكسل في هذا التوقيت؟ يعني هل يمكن عزله؟ مثلا لا يمكن القول مثلا أن تحرك البحرين هو فردي، باعتبار أن البحرين عضو في مجلس التعاون الخليجي، هذا من جهة. من جهة أخرى هي يعني تحضر للقمة العربية 33 القادمة في 16 من مايو المقبل. أيضا لنتذكر يعني بأن المملكة العربية السعودية هي كانت أول دولة تدعو سوريا لحضور الجامعة العربية في العام الماضي، وحضرها الرئيس بشار الأسد. ولذلك اليوم أتيك إلى مؤتمر بروكسل. مؤتمر بروكسل من أسوأ المؤتمرات التي تعقد يعني حول سوريا. لماذا؟ أولا لأن الاتحاد الأوروبي يقوم بفرض عقوبات على الدولة السورية، وهذا يؤثر على الشعب السوري. أيضا الاتحاد الأوروبي يعني تعامل مع منظمات إرهابية، وأيضا الاتحاد الأوروبي اليوم مثلا يقوم بدعوة أطراف هي خارج عن سيطرة الدولة، وهذا يؤكد بأن الاتحاد الأوروبي يريد أن يكرس الانقسام والتفتت في الدولة السورية، وهو ينال من سيادة سوريا يعني كما هو يفعل مثلا في شمال غرب سوريا بدعم منظمات يعني إرهابية، وأيضا في شمال شرق سوريا يدعم المنظمات الانفصالية عن سوريا، ويشارك مع الولايات المتحدة في قاعدة المستنف. ولذلك أنا أقول لك يعني بروكسل يعني هي تقول لا تطبيع، لا إعادة علاقات، لا إعادة إعمار. يعني تصور هذه اللاءات الثلاثة، وهذا يؤكد يعني الدور السلبي للاتحاد الأوروبي، ولاحظ الهجوم على الدولة السورية. وإذا كانوا فعلا يريدون حل المشكلة كما قلت حضرتك يعني، فإذا كان هناك حل للمشكلة لا يمكن أن يكون إلا أن يكون هناك طرفان يجلسان على الطاولة، ومن ثم يعني تبحث هذه القضايا، نصل إلى يعني حل للحل السياسي، وهذا ما يقوم عليه القرار. نعم أستاذ غسان، نعم واضح. الثانية نعم أستاذ سامر، يعني كيف ترد وحديث فيه وجاهة ونقاط منطقية، يعني دولة تستضيف جهاد بالنسبة للنظام الحاكم في سوريا وهو سلطة الأمر الواقع وهو النظام الموجود في الدولة، دعوات تتجاوز للحل طرف أصيل وهو الدولة الحاكمة والنظام، وبالتالي كيف نرجو أن يكون هذا التحرك مفيد يعني في اتجاه الخلاصات والنتائج وهي طي ملف هذه الصفحة؟ نعم، في البداية مساء الخير، شكرا على الاستضافة. على حقيقة هناك عدة نقاط أرجو أن تعطيني الوقت الكافي للرد عليها. أولا يعني كما تفضلت أستاذ سعد الدين تقول هناك أمور منطقية، أين هو المنطق عندما نسمع أن الاتحاد الأوروبي يدعم منظمات إرهابية؟ هذا اتهام خطير وليس موثق، وليس هناك أي دلائل على ذلك، وهذا اتحاد أوروبي مشهود له ومعروف له، فهذه تهمة خطيرة. هو إن فهمته يشير إلى أن بعض الفصائل المنطقية عند الحكومة السورية والدولة السورية بأنها إرهابية بغض النظر عن نظرة الاتحاد الأوروبي إليها. يعني تعرف أنت بالنسبة للنظام السوري كل من حمل السلاح وكل من قال لا لبشار الأسد هو إرهابي، يعني هذا هو التصنيف بالنسبة لبشار الأسد، كل معارض هو إرهابي، وهذا أيضا التصنيف الروسي. نقطة ثانية مهمة أستاذ سعد الدين، وهي أن بروكسل هي ليست للحوار، هذا ليس حوارا من أجل الوصول إلى حل سياسي، هذا مجرد نقاش ليس إلا لا يشارك به نظام بشار الأسد. أنت
تعلم والجميع يعلم أن الحل السياسي غير موجود حاليا. بشار الأسد منذ بداية الثورة رفض الحل السياسي، وتتذكر تماما عندما كانت هناك مبادرة جامعة الدول العربية والتي أفشلها بشار الأسد ولم يقبل بها. أضف إلى ذلك كما تعلم كان هناك تدخل سعودي ووعود سعودية جيدة جدا لبشار الأسد من أجل يعني التغيير الوضع في سوريا، وليس ولم يكن هناك المطالبة بإسقاط النظام. تتذكر أحمد داود أوغلو عندما كان يذهب بالزيارات، وكانت تركيا حليف للأسد وقطر كانت حليف للأسد، كان حمد بن جاسم ذهب كثيرا إلى بشار الأسد وهو حليف لبشار الأسد، ولكن بشار الأسد رفض كل الحلول السياسية. نقطة مهمة أخرى أستاذ سعد الدين، القرار 254 تعلم أنه كيف تم إفراغه والالتفاف عليه، وكان هو واضح بأنه بالسلة الأولى فقط هي للتنبيه وكسب الوقت للنقاط الجوهرية. ما أنت طلبت الوقت الكافي ولكن أخذتنا إلى التاريخ كثيرا يعني، وهذا سيكون على حساب الوقت. نود أن إلى الآن ما الذي يجري الآن وما هي الفرص؟ وأضيف إلى ذلك التساؤل ما قاله الأستاذ غسان، يعني منظمات مجتمع مدني وشخصيات مدنية، ما هو ثقلها حجمها لكي تكون معبر بالفعل عن الشعب السوري يعني الموجود والذي يطأ جمر القضية بالفعل؟ يعني لا بأس أن يكون هناك وجهات نظر من المجتمع السوري، هناك أيضا مبادرة المناطق الثلاثة داخل سوريا إذا سمعت بها، والنسبة كبيرة توافقت عليها وانطلقت من السويداء، وكان هناك توافق عليها في مناطق أخرى وتأييدا لها، لا ضير في ذلك، ولكن هذا ليس حديث، ليس حل سياسي. نحن الكل وليس فقط نحن يتحدث عن القرار 254. هذا القرار الذي تم إفراغه من محتوى، كما تعلم هناك البند الأول إقامة حكم انتقالي كامل الصلاحيات، البند الثاني صياغة الدستور، البند الثالث وإجراء الانتخابات تم الالتفاف عليها وتم العمل على ما يسمى بالدستور. وكما تعلم أن اللجنة الدستورية إلى الآن لم ولن تنتج أي شيء، وحاولت روسيا من خلال ما يسمى في الأستانة وما يسمى في سوتشي الالتفاف على هذا القرار. أضف إلى ذلك أستاذ سعد الدين أن روسيا طرحت في إحدى الأستانات دستور للشعب السوري، وكان هذا التدخل كبير. لذلك الحديث عن حل سياسي هو بعيد تماما. البشار الأسد لم يقبل إلى حد الآن بأي حل سياسي، وكما أيضا تعلم فقط بنقطة هامة، يعني إلى الآن بشار الأسد لم يطلق سراح معتقل واحد. تتذكر يعني في بداية الثورة تم اعتقال الناشط عبد العزيز الخير وهو من الطائفة العلوية ومن الساحل عندما تم اعتقاله من مطار دمشق الدولي، أيضا المحامي خليل معتوق وهو من الطائفة المسيحية الكريمة الذي تم اعتقاله لأنه ناشط في حقوق الإنسان. كل من عاد إلى سوريا تم اعتقاله وتم تصفيته. لذلك لا يوجد فقط دعني أتيح الفرصة للأستاذ غسان للرد يعني حتى يكون قد سجل كل هذه النقاط. نعم سأعود إليك نعم لأنه دخلت في نقاط كثيرة. ولكن تعليق على زيارة وزير خارجية التشيك أستاذ سعد الدين، تعلم أن التشيك هي من الدول الأوروبية التي لم تقطع علاقتها مع بشار الأسد، لذلك ليس هناك جديد بالرغم من هناك قرارات للاتحاد الأوروبي لا تزال سارية إلى الآن. أما موقف البحرين فكما تعلم منذ بداية الثورة هو مع بشار الأسد ولا يوجد أي جديد، وكل هذا الحراك يعني حتى السعودية بعد أن دعت بشار الأسد قالت هناك شروط على بشار الأسد بعد أن قبلت الدعوة، وهي أولا إيقاف وإنتاج وتسويق الكبت البوري. نعم. ولكنه إلى الآن لم يتسمع حتى اللجنة يعني. التي خرجت من أخذتنا بعيدا يعني أنا أود أن كله في سياق الموضوع. لا ما يعني كله في سياق الموضوع. لا يعني هي مسائل مرتبطة ومسائل تاريخية. تفضل أستاذ غسان، يعني مجمل ما قاله هو أن الرئيس الحكومة يتحمل النظام، تنفيذ القرار كان واضح ولم يفعل أي شيء في اتجاهه قبل أن تعترض على الدعوات أو ما يعقد من مؤتمرات أو حتى أي تحركات من الاتحاد الأوروبي، عليه أن ينفذ ما التزم به يعني. أستاذ سعد الدين، يعني أنا أقول لك يعني لا يمكن الوصول إلى حل سياسي إذا لم تكن هناك نوايا صادقة، وأنا قلت لك يعني الاتحاد الأوروبي هو انخرط في الحرب السورية واشترك هو
دول يعني كثيره في الاتحاد الاوروبي اشتركت في غرفه الموك التي كانت في الاردن وتدعم المجموعات الارهابيه ومصنفه ارهابيا على قوائم الارهاب الدولي كجبهه النصره وداعش وغيرها. ايضا في غرفه الموك في تركيا انخرطت دول اوروبيه كثيره، ولذلك يعني انا قولي بان الاتحاد الاوروبي انخرط نعم وهو اشترى النفط من داعش وعبر تركيا وعبر كردستان. اليوم المطلوب يعني سوريا انخرطت مثلا في اسيتانا، سوريا انخرطت في جولات جنيف. لكن يعني الحكومة السورية بنفسها أستاذ غسان اسمح لي في التدخل قالت إنها انتصرت على الإرهاب وبالفعل تبدو الشواهد ولم تتبقى إلا جيوب قليلة لداعش، ألا يتيح هذا الفرصة لفتح صفحة جديدة بالفعل والاتجاه نحو الحل السياسي؟ أستاذ سعد الدين، ما دام هناك احتلال أمريكي لمناطق في سوريا فهذا القرار يعود إلى الولايات المتحدة، وما دام هناك احتلال تركي فالقرار يعود إلى تركيا. وأيضا يعني تصور هناك ماذا عن إيران؟ الجيش أنا أقول لك كل الأطراف المتدخلة في سوريا لديها يعني من الحلول إذا كانت هناك نية صادقة لأن يعني تجلس الأطراف المتحاربة ويكون هناك طاولة حوار. ولماذا ذكرت لك أنا المادة الثانية من 22-54 بأنها تنص على تشكيل حكومة من الطرفين، يعني أما المعارضة فهي تريد أن تكون حكومة يعني ذات صلاحيات كاملة بدون أن يكون للدولة السورية مثلا كلمة فيها. ولذلك نعود إلى أس المشكلة. المشكلة السورية اليوم أصبحت أبعد مما كانت عليه. لماذا؟ للتدخل الدولي والاحتلالات الموجودة الموصوفة. أنت ذكرت حضرتك إيران، أستاذ سعد الدين، إيران ليست محتلة لأراضي بعينها، أما تركيا فهي تحتل ما مقداره مساحة لبنان، وأيضا يعني الولايات المتحدة حوالي 27% من مساحة سوريا وتقيم قاعدة التنف. ولذلك اليوم أنا أقول لك إذا كان الاتحاد الأوروبي والولايات، لكن ماذا فعلت الدولة السورية لإنهاء هذا الاحتلال إن كان أمريكيا أو تركيا؟ أليس من مسؤوليتها؟ يا أستاذ سعد الدين، الدولة السورية يعني هي رفعت شعار محاربة الإرهاب من جهة وأيضا المصالحات الوطنية من جهة أخرى. ولذلك هي الرئيس بشار الأسد أصدر الكثير من مراسيم العفو وأيضا أقام العديد من المؤتمرات لعودة اللاجئين السوريين. ولكن الدول تصور يعني أنا الدول التي لديها لاجئين مثلا في تركيا والأردن لم تحضر هذه المؤتمرات، وهي يعني استخدمت أسلوب اللاجئين للحصول على المساعدات كما فعل أردوغان. ولذلك أنا أقول لك إذا كنت تريد حلا سياسيا فحاورني لأصل أنا وإياك إلى نتيجة، انسحب من أراضي التي احتلتها يعني تركيا أو الولايات المتحدة واجعل هذه الأطراف تتحاور مع الدولة السورية. كنت أقول لك يعني ماذا عن روسيا، الجامعة العربية؟ ليست فقط يعني الاتحاد الأوروبي هو من أدار الحوار حول الأزمة السورية باختصار. جبهة النصرة تسيطر على إدلب وهي مصنفة على قوائم الإرهاب العالمي، وحتى في تركيا تعتبر جبهة النصرة منظمة إرهابية. ما يسمى الجيش الوطني الموجود في المناطق الشمالية الغربية يرفع العلم التركي وأصبح هناك تتريك كامل لهذه المناطق. ولذلك أنا أقول لك النية الحسنة موجودة عند الدولة، ولكن هناك أيضا معارضة مفتتة ممزقة ليس لديها كلمة واحدة، وأغلبها يعني ما يحاورنا في اللجنة الدستورية هو يتلقى أوامره من تركيا. ولذلك يعني أنا أعتقد بأن الوصول إلى حل سياسي يتطلب أن يكون هناك نية صادقة من جميع الأطراف، لا أن تلجأ هذه الدول إلا الحديث فقط مع الذين هم خارج. نعم دعني فقط، تبقت ربما أقل من دقيقة الأستاذ سامر. أستاذ غسان والكثيرين يقولون أين هي المعارضة؟ تفرقت وانشطرت انشطارا أميبيا إنجاز التوصيف، وأصبحت يعني وبالتالي هي لا تشكل ضغط بالنسبة للنظام وهو يراها بهذه الشكل للدولة السورية. نعم أستاذ سعد الدين، تصحيح للمعلومات. أولا غرفة الموك التي تحدث ضيفك وقال أنها للاتحاد الأوروبي هذا غير صحيح. غرفة الموك هي كانت تتبع للأردن والولايات المتحدة والإمارات وكان مقرها الأردن. أستاذ هذا سامر واحد. لا أقاطعك والله، هي دقيقة جاوبني على السؤال الذي يخص المعارضة. نعم
نعم يا سيدي، يا سيدي اترك المعارضة، تعال إلى الشعب السوري الذي تهجر وتشرد في كل مكان، يعني سواء داخل سوريا أو خارج سوريا. هؤلاء بعيدا عن ما نتحدث أنه ممثل للمعارضة، ولكن نتحدث عن الشعب. ألا يحق لهذا الشعب يا أستاذ سعد الدين أن يغير هذا النظام؟ من السنة 70 كان حافظ الأسد، والآن بشار الأسد. 54 سنة يا أخي، يعني حتى لو يكون عبقري، يعني هذا من المفترض أنه يعني يترك المكان للآخرين. تطلعات الشعب السوري ليست هي محصورة بالمعارضة. لو كانت هناك إرادة حقيقية لبشار الأسد، تتذكر منذ البداية لكان حل، ولكن الآن بشار الأسد ليس بصاحب قرار. روسيا وإيران هم من يهيمنون على الفكرة. الوضع في سوريا. نعم انتهى الوقت من لندن. الكاتب الصحفي السوري الأستاذ سامر الخليلي، وكذلك الشكر ينطبق أيضا إلى ضيفي من دمشق الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ غسان يوسف. شكرا لكما. بعد قليل ساعة ثانية، لا تذهبوا بعيدا، إلى اللقاء. أكثر من 1,100,000,000 شخص يعيش تحت خط الفقر. في أكثر من 110 دول حول العالم، حيث يعانون من نقص في التغذية والتعليم والصحة. ورغم تصاعد التحذيرات من مخاطر ازدياد الفقر واتساع فجوته، ما زال العالم مستمراً في أزماته التي تدفع الملايين إلى الفقر سنوياً. تجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم. هذه المعارك متواصلة بوتيرة واحدة، كأن المشهد يتكرر دائما. إلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه؟ في سلاح المهندسين تحديدا، هل في الأيام الماضية كان هناك تعاطي مختلف مع تلك المنطقة غاية في الأهمية بالنسبة للطرفين؟ قوات الدعم السريع تريد أن تصعد من عملياتها العسكرية. كل المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع، الشعب يشعر بالأمان، يشعر بالاستقرار. هنالك انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان. سوق الشعب تعرضت لنهب، يعني بجد الحالة أصبحت صعبة. كيف تقرؤون دعوة مارك عجهر الأخيرة؟ الحرب الآن في السودان هي حرب عبثية، كل طرف يسعى للثأر والانتقام من الآخر على حساب المواطن السوداني. الآن وبعد تعثر مفاوضات جدة، ما السيناريوهات إذن القادمة؟ ماذا لو قيل لك أنك تعايش الآن أحداثا لم ترها البشرية من قبل؟ أخبارا غيرت مسار التاريخ وشكلت وبعثرت ورسمت قصصا وحكايا. احنا اليوم بنكلة ثالثة، تهجير ثالث. ماذا لو قيل لك إنك تشهد على مرحلة زمنية سيكون لها أثر على أجيال قادمة لعشرات السنين؟ أنت الآن تتابع الأخبار، تشاهد أحداثاً عالمية وهي تتشكل من حولك. تابع الحدث لحظة حدوثه. نتيجة الاضطهاد والصراعات والعنف، أكثر من 108,000,000 شخص أجبروا على الفرار من ديارهم في جميع أنحاء العالم. في أكثر من 135 دولة هربوا باحثين عن المأوى، عن الغذاء والرعاية الطبية. فالضحايا بالآلاف والأرقام في تزايد، والحكايات
تختزل بين الصمود والبقاء. The solution to this humanitarian tragedy is not humanitarian, it is political. كيف احنا نعيش؟ كيف جاوبونا؟ الآن 19 من الحدث. أهلا بكم من جديد إلى الساعة الثانية من برنامج 19 وفي عناوينها: حراك جامعي وطعن تركي توسع نطاق معارضة الحرب الإسرائيلية على غزة، مخطط هجمات في ألمانيا هوية ضابط الحرس الثوري الذي اغتالته الموساد في إيران، النار تحاصر الفاجر، جبهات الاقتتال تتجاوز الدعم والجيش. أهلا بكم إلى التفاصيل. تثير أخبار التحركات الطلابية داخل الجامعات الأمريكية تثير دعما للفلسطينيين ورفضا لما يتعرض له قطاع غزة اهتماما كبيرا حول العالم، وتعتبر جامعة كولومبيا في نيويورك نقطة انطلاق شرارة التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين قبل انتشارها على نطاق واسع في جامعات الولايات المتحدة. وهددت الجامعة بطرد الذين يسيطرون على المبنى في الحرم الجامعي. أما البيت الأبيض فاعتبر أن السيطرة على مبنى جامعي بالقوة هو نهج سيء وليس مثالا على الاحتجاج السلبي. الأمم المتحدة من جانبها أعربت عن قلقها حيال التدابير غير المتناسبة التي تتخذها الشرطة الأمريكية لتفريق محتجين مؤيدين للفلسطينيين في عدد من الجامعات وفض الخيام التي قاموا بإقامتها. إلى باريس، حيث يريد رئيس الحكومة الفرنسية جابرييل أتال أن يجسد الخط المتشدد في تعامل السلطات مع الحراك الطلابي الذي وصل إلى الجامعات والمعاهد الفرنسية، وما شهده معهد العلوم السياسية انتقل إلى جامعة السوربون التاريخية حيث اعتصم العشرات من الطلاب في باحاتها ونصبوا خياما باتوا فيها قبل أن تستدعي إدارة الجامعة قوات الأمن التي تدخلت لفض الاعتصام ونزع الخيام وإخراج المحتجين منها. تطوق الشرطة الفرنسية باحة جامعة السوربون في العاصمة الفرنسية باريس. الطلاب تجمعوا هنا في محاولة لتنفيذ اعتصام داخل الجامعة وتظاهرة خارج أبوابها للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، في تحرك بدأ في معهد العلوم السياسية في باريس قبل أيام واتسع ليصل إلى الجامعات والمدارس الثانوية التي انضمت إلى هذه الاحتجاجات أيضا. اليمين المتطرف كان حاضرا بمجموعة صغيرة دست بين الطلاب وأخرج أفرادها لافتات تجرم الحركة الاحتجاجية والسياسيين المؤيدين لها. البعض عدها محاولة لجر ردات فعل عنيفة من قبل المتظاهرين الغاضبين، لكن الشرطة تدخلت لتبعدهم وسط هتافات منددة بوجودهم من قبل الطلاب. أحزاب اليمين واليمين المتطرف يتهمون الطلاب بأنهم لا يدركون ما يفعلونه، لكن المحتجين يردون بشعارات ولافتات كثيرة بأنهم يتابعون أدق تفاصيل ما يحدث في غزة، مثل هذه اللافتة التي كتب عليها كل العيون على رفح. مشهد تحريض اليمين المتطرف وانتشار الشرطة داخل الجامعة اعتبره نواب يساريون سابقة خطيرة، فانضموا للاحتجاجات بهدف حماية الطلاب من الاعتقال ومراقبة تصرفات أجهزة الأمن. تتوقف الهتافات قليلا هنا أمام واحدة من أعرق جامعات العالم. إنها دقيقة صمت تكريما لمن فقدوا أرواحهم في غزة على يد الجيش الإسرائيلي.
فادي الدهوك، الحدث، باريس. Okay, please. Thank you very much. من أمام جامعة جورج واشنطن معنا مديرة مكتب الحدث الزميلة نادية البلبيسي. مرحبا بك نادية. بانضمام هذه الجامعة، هل نحن نتحدث عن موجة الآن بتنا في الداخل الأمريكي من الاحتجاجات الجامعية؟ أكيد سعد الدين، هناك موجة بدأت تكتسح حوالي 1000 جامعة أمريكية، حركة طلابية شبيهة فيما حدث أبان حرب فيتنام. أنا الآن موجودة كما ذكرت في حرم جامعة جورج واشنطن، والمختلف هنا عن باقي الجامعات مثل كولومبيا وأوستن في تكساس وغيرها هو أن الطلاب نصبوا الخيام في داخل حرم الجامعة الذي نتواجد فيه. وأريد ربما أن أريك أنا وأحمد هذا المكان، ترى الخيام المنصوبة هنا في يمين ويسار مدخل الجامعة، ونرى التمثال الشهير للرئيس المؤسس للولايات المتحدة الجنرال جورج واشنطن يرتدي العلم الفلسطيني. الطلاب وضعوا العلم الفلسطيني والكوفية الفلسطينية على تمثال جورج واشنطن. هناك أيضا تنظيم بشكل كبير جدا، هناك خيم فيها أدوية وإسعاف أولي، هناك خيم للأكل، هناك خيم للمكتبات، هناك كتب للطلاب. نذكر بأن الطلاب على وشك انتهاء العام الدراسي، وبالتالي هم يقومون الآن بالمراجعة للامتحانات الأخيرة. لكن الجو هنا هادئ جدا، لا نرى أي تصادم، أي عنف، أي حتى شعارات. كل الشعارات التي نراها هنا تطالب بوقف إطلاق النار، تطالب بالحرية لفلسطين، تقول بأنه لم يكن، لا يوجد هناك أي جامعة في غزة الآن، لأنه كل الجامعات دمرتها إسرائيل على يعني بالكامل. لكن نرى حتى الطلاب هنا يرسمون شعارات كما تراهم هنا يلونون على الأرض. طبعا الفرق بين هذه الجامعة وباقي الجامعات سعد الدين، عندما تحدثت مع أحد الطلاب قالت لي بأنه شرطة واشنطن طلبت إدارة الجامعة منها أن تأتي وأن تفض هذا الاعتصام أو هذا الاحتجاج بالقوة، لكن شرطة واشنطن رفضت أن تأتي إلى هنا. وبالتالي لا نستطيع يعني أن نتنبأ كيف ستكون الأيام القادمة إذا استمر هذا الاحتجاج، لكن على الأقل الشرطة رأت بأنه إذا لم يكن هناك عنف من قبل الطلاب لا داعي لها للتدخل، وهذا على عكس ما رأيناه في جامعات مثل أوستن. رأينا صور يعني عنيفة جدا للشرطة تقوم بالفعل بفض الاحتجاج حتى إن لم يكن الطلاب. كيف يمكن أن نفهم ذلك نادية؟ متعلق بالقوانين المنظمة لعمل الشرطة في كل ولاية عن الأخرى واختلافي؟ صحيح صحيح صحيح، يختلف من ولاية إلى أخرى، ويختلف من دائرة شرطة إلى أخرى. لكن أيضا العاصمة واشنطن كما تعرف هي عاصمة يعني يصوت فيها ديمقراطيين بشكل كبير، فيها تعاطف ربما أكثر مع باقي الولايات مثل تكساس، وبالتالي هم يعتادون ربما أن يروا تظاهرات تضامن لحركات كثيرة للشعوب ليس فقط لفلسطين، أن يروا طلاب يرتدون الكوفية الفلسطينية وغيرها والأعلام الفلسطينية التي ترفرف الآن في كل مكان كما تراها. وبالتالي نستطيع أن نقول بأنه الأجواء بالفعل سلمية هنا. وأيضا أحد الطلاب قال لي بأن إدارة الجامعة ستتحدث مع اللجنة التي تمثل الطلاب، وهناك طبعا مطالب كما تعرف، المطلب الأول وقف إطلاق النار، والمطلب الثاني هو عدم الاستثمار في الشركات الإسرائيلية. هذه هي بداية النواة لحركة المقاطعة ضد المنتجات الإسرائيلية التي بدأت في الجامعات الأمريكية قبل حوالي يعني 20 عاما، لكن الآن نراها على أكمل وجه في هذا. هذه نقطة لافتة يعني تجعلني أتساءل نادية، كما ذكرت هل هو حتى الآن نستطيع أن نقول حراك عفوي تعاطف كما ذكرت أنت أم لا؟ صورة الرئيس وإلباسه الكوفية والعودة للمقاطعة يقول أن هنالك تنظيم، وأن هذه الحركة يمكن أن تكون لديها مطالب أكبر من مجرد طلاب يبيتون أو ينصبون الخيام في الجامعات.
لا أستطيع أن أجزم لأنه يعني سؤال يمكن أن يطبق على كل ولاية بشكل مختلف، ويجب أن أكون هنا لساعات طويلة حتى أستطيع أن أجاوب على هذا السؤال بدقة. لكن هناك دون أدنى شك حركة عفوية من الطلاب، هناك أيضا بعض ربما الأشخاص الذين ليس لهم علاقة بالجامعة، هذا ما حدث في جامعة كولومبيا، يأتون ويحتجون، لكن بشكل عام هي الحركة الشبابية الطلابية التي بالعادة هي التي تغامر بمستقبلها والتي مستعدة. على فكرة كان هناك عدد كبير من الطلاب تم تعليقهم من قبل الجامعة، هي التي تغامر بمستقبلها وهو تضحية تراها شخصية مقابل شيء أكبر. يعني هؤلاء الطلاب يؤمنون بمبادئ راسخة وهي بالدستور الأمريكي، بالديمقراطية الأمريكية، وهي أولا حق التعبير وحق مضمون ومكفول وهو التعديل الأول في الدستور، لكن أيضا يؤمنون بقضايا مثل المساواة والحرية. وخصوصا بأن الولايات المتحدة نذكر هي التي كان هناك حركة بالستينات، حركة طبعا الحقوق المدنية في أيام مارتن لوثر كينغ، التي كانت تحارب ضد التفرقة بين البيض وبين السود، وهي امتداد لها. لكن بشكل عام البعض يرى بأن القضية الفلسطينية قضية عادلة، ومن هنا نرى هذا يعني التعاون، نرى هذا التآزر، نرى هذا التضامن على أعلى مستوى ومن كل الإثنيات على فكرة. الطلاب ليسوا فقط عربا أصول عربية وفلسطينية، طلاب أمريكيين آسيويين من أصول إفريقية من كل الإثنيات في الواقع نراهم هنا في الجامعة. من أمام جامعة جورج واشنطن مديرة مكتب الحدث الزميلة نادية البلبيسي، شكرا على كل هذه الإيضاحات والإفادات. بإعلان الشرطة الإسرائيلية مقتل منفذ حادث طعن في القدس استهدف عناصرها، لفتت هوية المنفذ الأنظار بعدما تبين أنه يحمل الجنسية التركية. وأفادت الشرطة بأن منفذ حادثة الطعن واسمه حسن ساك لانان يبلغ من العمر 35 عاما، طعن شرطيا وقام بإصابته بجروح عند باب الساهرة في البلدة القديمة في القدس الشرقية. وأظهرت صور لجواز سفره أنه دخل للبلاد يوم الاثنين بتأشيرة بوصفه سائحا قادما من الأردن. من رام الله ينضم إلي القيادي في حركة فتح الأستاذ منير الجاغوب. مرحبا بك أستاذ منير. يعني باستنادا على حادثة الطعن والتي طبعا في سياقها تأتي في إطار التضامن والتعاطف مع ما يجري في غزة، الجامعات الأمريكية في فرنسا، هل نحن أمام موجة شعبية كأنما تقول إذا فشلت المنابر الرسمية كمجلس الأمن فإن للشعوب كلمتها، وإلى مدى يمكن أن تؤثر بالفعل لإيقاف المآسي الجارية الآن في القطاع وحتى في الضفة الغربية؟ مساء الخير. مرحبا. يعني هذه التفاعلات الشعبية لا شك أن لها تأثير، وتأثير كبير على مصر، على مجرى الأحداث في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. إن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال هي محرك أساسي لضمير العالم الحر ولأي شعوب حرة وتنشد الحرية وتقف إلى جانب العدالة دوما. هذه الحراكات تحديدا في جامعة كولومبيا نجحت في عام 63 في تحريك ملف فيتنام وإنهائه، تحركت أيضا في السبعينات باتجاه الأبرتهايد في إفريقيا وكان لها تأثير كبير. هي نفس هذه الجامعة التي خرجت الكثير من الساسة الأمريكيين كان لها تأثير كبير. هذا الحراك في الولايات المتحدة تحديدا الآن ينتقل إلى دول أخرى ويتطور، بالتالي الناس تشاهد جرائم لم تشاهدها بتاريخ الإنسانية تحديدا في العصر الحديث، جرائم لم تمر على أحد، إبادة جماعية، دفن الناس بالجرافات، خروج الدبابات على أجساد مواطنين عزل لا يحملون السلاح، إطلاق النار على أطفال وشيوخ ونساء يمشون في الشارع يرفعون العلم الأبيض،
كل ذلك بالتأكيد هو محرك أساسي لمشاعر وضمير العالم في كل مكان. بالتالي بالتأكيد سوف يكون لهذا الحراك تأثير كبير. اليوم شاهدنا يعني كيف كانوا يستخدمون الأكلات الفلسطينية في داخل الجامعة، وكيف يقلبون هذه كما يقال فلسطينيا طنجرة المقلوبة كما يفعل المقدسيين في ساحة نعم يعني. وفي هذا السياق الزميلة نادية قبل قليل نقلت إلينا من جامعة جورج واشنطن حتى الكوفية ألبست إلى مؤسس الولايات المتحدة جورج واشنطن. ولكن لك بذلك يظل هذا السؤال كل ما نشاهد نعم المهم الآن، وهو عودة حالة التعاطف، بروز القضية على السطح برغم المأساة، إلى أي مدى يمكن استثماره فلسطينيا؟ والفصائل الآن تلتقي في بكين، يعني في النهاية هي فصائل المقاومة الأولى، يعني كل هذا التعاطف لن يفيد شيئا إذا كانت متفرقة أحادة، يعني وبالتالي تضيع القضية السياسية. يعني بالتأكيد هذا التعاطف الدولي والعالمي يجب أن يكون محفز إلى الكل الفلسطيني ليذهب خطوة إلى الأمام لوحدة أمام العالم و لتوحيد صفوفه ولمواجهة هذا العدوان الذي يمارس على الشعب الفلسطيني. اللقاءات في بكين هي لقاءات حقيقة مهمة، أحدثت اختراقات، هناك تقاطعات سياسية مشتركة تم التوصل إليها، لها علاقة في البرنامج السياسي، لها علاقة في مستقبل قطاع غزة والضفة الغربية القدس، لها علاقة بتصريحات حركة حماس الأخيرة المتعلقة بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، لها علاقة بشكل المواجهة مع هذا الاحتلال ومواجهة الاستيطان في الضفة الغربية. كل ذلك مهم، ولكن الأهم كيف سوف نبدأ في التطبيق، وهذا السؤال الذي يجب الإجابة عليه. إذا اتفقنا في كل النواحي النظرية الآن المطلوب التطبيق، لا سيما أن التطبيق الآن تعلم أخي الكريم سوف يكون صعب في ظل إعادة. أشير فقط وأنت تتحدث أننا نتابع هذه الصور للتظاهرات من مختلف الجامعات، من الجامعة الأمريكية تحديدا جورج واشنطن، وتبدو الصور بالفعل ملهمة وفيها تضامن واسع بمختلف الأشكال. أعود إلى موضوع الصين وبكين، هل القضية قضية جغرافية؟ ما الذي ستوفره بكين ولم توفره كل المنابر السابقة، القاهرة والسعودية وغيرها، واتفق الناس وعادوا وأجروا انتخابات؟ أستاذ منير، يعني هو الشيء الجديد والذي كان ملح للقاء في بكين هي تصريحات خليل الحية الأخيرة، هي كانت رسالة للداخل ورسالة للخارج، وكانت جزء من الاتفاق. الموضوع الآخر أيضا والجديد في هذا الموضوع هو منظمة التحرير، وأن الكل يجب أن يكون بداخلها ضمن إطار الشرعية الفلسطينية والقبول بالتزامات منظمة التحرير. كل ذلك لم يكن موجود في السابق، حتى أن حركة حماس في البيان الأخير الذي كان في موسكو، يعني كان هناك التلاعب في ألفاظ منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد، كان هناك يعني محاولة التفاف على هذه الكلمة. الآن أصبحت واضحة في ما حدث في بكين أو الورقة التي خرجت من بكين، يعني نحن نأمل أن يتحول هذا الإطار النظري إلى إطار عملي. يعني لا يكفي أن نتحدث ونحن فقط في هذه المعركة، يجب أن يكون هناك برنامج سياسي موحد، حالة فلسطينية موحدة، نضال فلسطيني موحد، كلمة فلسطينية موحدة، تفاوض فلسطيني موحد، حلول فلسطينية داخلية وخارجية موحدة. هذا هو الاختبار الحقيقي. أما بالنسبة إلى الصين فهي بالتأكيد يعني دائما قريبة من الفلسطينيين وتلعب دورا مهما، لكن الفلسطينيين ليسوا قريبين من أنفسهم، هذه هي الإشكالية. عشان كده سألت السؤال، هل الجغرافيا ستوفر شيئا مختلفا لم توفره المنابر السابقة؟ الصين قريبة من القضية والملف ومعه، ولكن الفصائل هي ليست قريبة من بعض أو موحدة الرؤية. أنا إذا سمحت لي أنا وضحت، قلت لك بأن التصريحات الأخيرة وما تحدثت به حركة حماس والتقاطعات هذه كانت أحد الأسباب. أما أنها كانت في بكين فهي الدعوة كانت سابقة، ولكن جاءت وتقاطعت مع ما تحدثوا به حركة حماس في الآونة الأخيرة. ذهبنا يعني لنتأكد من هذه التصريحات، من أهميتها، من هل ممكن أن يكون لها تطبيق، لا سيما أنه بعد أن تحدث خليل الحية خرجت عدة تصريحات من عدة قادة تناقضت مع هذا الموضوع. بالتالي ذهبنا
لنتأكد بأن هذا موقف رسمي وليس موقف آني أو موقف له علاقة في الحرب أو موقف له علاقة بأن غزة جميعها يعني غرقت في وحل هذه الحرب والسكين على رقاب الفلسطينيين جميعا. نعم، من رام الله القيادي في حركة فتح الأستاذ منير الجغوب، شكرا على حضورك وعلى كل ما تفضلت به من إفادات وإجابات. قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد اغتال ضابطا في الحرس الثوري الإيراني داخل الأراضي الإيرانية كان يخطط لهجمات ضد مراكز يهودية في ألمانيا. إعلام إسرائيلي تداول فيديو للحظة اغتيال الضابط في الحرس الثوري، فيما أوضح الصحفي الإيراني المعارض كابيز غفوري في بيان له أن الموساد قتل أحد عملاء الحرس الثوري بأربع رصاصات يوم الخميس الفائت. إذن وبعد أن أعلنت وسائل إعلام إيرانية وإسرائيلية اغتيال أحد عملاء الحرس الثوري داخل إيران يوم الخميس الماضي، دعونا نستعرض معكم أبرز ما رصد حوله. تقارير صحفية تطرقت إلى أن ضابط الحرس الثوري الذي اغتيل في إيران هو المدعو رامين يكتبرست والذي يحمل جنسيتي إيران وألمانيا. التقارير تطرقت إلى أن رامين متورط في تنظيم هجوم على مركز ثقافي يهودي في مدينة إيسن الألمانية، فضلا عن الاشتباه في تورطه في التخطيط لعدة هجمات على معابد ومراكز يهودية أخرى في ألمانيا بالتحديد وبأوامر من النظام الإيراني. هذا وكان الادعاء العام الألماني قد اتهم الحرس الثوري الإيراني بتوجيه رامين لإعاز لشخص إيراني ألماني آخر للقيام بعمل إرهابي يتمثل في إلقاء زجاجة مولوتوف على مدرسة بجوار معبد يهودي في مدينة بوخوم الألمانية. ولعل المثير حول شخصية رامين يكتبرست الذي استعان به الحرس المرشد الإيراني هو زعامته لإحدى العصابات الإجرامية المسمات بملائكة الجحيم المعروفة بضلوعها في الجريمة المنظمة. كما يمتلك رامين سجلا إجراميا طويلا يمتد لعام 2015، حيث اتهم بالمشاركة في قتل موظف في أحد نوادي موسيقى الروك المنافسة وإطلاق النار على عضو آخر بناد منافس آخر. هذه الاتهامات وجهت لرامين في ألمانيا دفعته لاحقا للهروب إلى موطنه الأصلي إيران، والتي شهدت آخر محطات حياته قبل 5 أيام باغتياله برصاص لم تتضح بعد الجهة التي تقف خلفه، بالرغم من تأكيد عدة تقارير ضلوع الموساد في ذلك. سرا وعلانية إذن تنفذ إسرائيل عمليات اغتيال لأهدافها ضد إيران في الداخل والخارج عبر جهاز الموساد، وكانت أشهر هذه العمليات هي اغتيال محسن فخرزادة أكبر عالم نووي إيراني في عام 2020 والذي وصف بقلب برنامج إيران النووي. وفي نوفمبر اغتيل البروفيسور ماجد شهرياري عضو كلية الهندسة النووية بجامعة بهشتا في طهران داخل سيارته وهو في طريقه للعمل. كذلك في يوليو عام 2011 تم اغتيال داريوش رضائي نجاد أستاذ الفيزياء الذي كان يعمل في منشأة أبحاث للأوم القومي على يد مسلحين يستقلان دراجات نارية في طهران. وفي 11 من يناير من العام 2012 تم اغتيال مصطفى
أحمدي روشان، وهو خريج الهندسة الكيميائية، بعد أن قام شخصان على دراجة نارية بوضع قنبلة على سيارته في شمال طهران. للنقاش من واشنطن معنا الباحث في الشأن الإيراني الدكتور حسن هاشميان. مرحبا بك دكتور حسن. إذن عادت إسرائيل لتنفيذ هذا النوع من الاغتيالات، هل هذا كما يقول المثل العربي عادت حليمة إلى عادتها القديمة رغم تهدئة وقصف وقصف موازي ورد وتدخل دولي؟ عادت إسرائيل لتنفيذ هذه العمليات وسط إعلان عن قدرتها من جديد للاختراق داخل إيران وفي معقل عاصمتها. نعم، تحياتي لكم ولمشاهدي الحدث. طبعا هذا الاغتيال هو من حيث منظومة الكوادر المتعلقة بالحرس ومن حيث عملائه لم يكن اغتيال جدا مهم، ولم ترتفع درجته إلى مثلا الاغتيالات السابقة، ولكن إسرائيل أرادت أن تعطي رسالة قوية للنظام الإيراني بأنها تستطيع أن تعمل هذه الأعمال خاصة في داخل العاصمة الإيرانية، ولديها إشراف قوي على هذه القضية، لأن رامين يكتاب-باراس كان مختفي لفترة طويلة، وأيضا الحكومة الألمانية والشرطة الألمانية كانت تطارده من خلال الانتربول الشرطة الدولية، ولذلك إسرائيل كانت تراقبه ولديه قوة أن تصل إلى هذا الشخص. هذا الشخص لم يكن مهما بالنسبة للمجموعات التابعة لإيران، لأن النظام الإيراني في ارتباطه بمنظمات الجريمة في العالم وخاصة في الاتحاد الأوروبي لديه مئات من نوع رامين يكتاب-باراس، ولكن إسرائيل استطاعت أن توصل رسالة جدا قوية. هذا بمعنى أن إسرائيل تستطيع الوصول إلى قيادات الحرس، إلى قيادات البسيج، إلى حتى بيت علي خامنئي، وتستطيع يعني تدبير عملية من هذا النوع. يعني هل بإمكاننا الإطلاق على رامين بأنه قيادي أو له وضع في الحرس الثوري أم لا، مجرد أداة؟ يعني الرجل متهم في جرائم كثيرة لا علاقة لها بالسياسة. ونسألك أيضا عن هل النظام الإيراني يستخدم هذه الأساليب؟ هل هنالك نماذج لمجرمين معروفين يرتكبون يمكن استخدامهم لجرائم سياسية أو لتصفية حسابات مع إسرائيل؟ يعني رامين يكتاب-باراس هو النموذج المثالي الذي النظام الإيراني يبحث عنه للتعاون خاصة في الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية. طبعا هو مرتبط كما تفضلتم بمنظمات الجريمة، كان يدير بيت دعارة في مدينة ليفركوزن، لديه سجل جدا أسود في موضوع الجريمة وارتباطات بعصاباته الجريمة. هذا هو النموذج المثالي، أن إيران تستطيع تستخدم هذه الأشخاص وتقول أن ما يحدث، لأن المواضيع الإيرانية والمتعلقة بالنظام الإيراني مستهدف من قبل النظام هو سياسي، ولكن النظام الإيراني يريد التغطية في موضوع الجريمة، ولذلك تستخدم منظمات الجريمة على الأهداف السياسية المزموعة لديها، ولذلك من أجل التستر ومن أجل التمويه على هذه الأهداف تستخدم عصابة الجريمة. ورامين يكتاب-باراس كان النموذج المثالي لهذا النظام في هذا الترتيب. وبالتالي الحلقة الأضعف اجتهد الحرس الثوري كثيرا، وأخبار عن تصفيات حتى لم يسمع عنها الرأي العام بسبب هذه الاختراقات أو ما يعتبره النظام ذا الطابع الأمني الدقيق اختراقا كبيرا أو خيانة. أين هي الحلقة الأضعف برأيك لكي تستمر إسرائيل في هذا التنفيذ؟ علماء مسلحين بدراجات أحيانا، مسيرات أحيانا، انفجارات غامضة أحيانا في داخل العاصمة الإيرانية وليس في أي مكان آخر. أنا أعتقد أهم شيء لإسرائيل هو الحاضنة من القومية الفارسية في طهران. القومية الفارسية هي متعاطفة تماما مع إسرائيل، ولذلك تشكل حاضنة جدا كبيرة لإسرائيل، ولديها هناك عناصر
جدا، عددهم كبير يتعاونوا مع إسرائيل، ولذلك إسرائيل أيضا لديها التقنيات اللازمة عمل في داخل طهران، نجمع الحاضنة والتقنيات تعطي إسرائيل. ماذا عن المعلومات، يعني تحرك الرجل أو متى يتحرك وهو مطلوب وهارب أصلا من ألمانيا وتابع للحرس الثوري، ينبغي أن تكون حوله دائرة يعني للحماية، مما يعني أن إسرائيل قامت باختراقه. هو رامين يكتاف فرس كان نشط في شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة في شبكة إنستغرام، ولذلك كان يتواصل دائما ولديه متابعين كثر في هذه الشبكة، وكان يسخر من الشرطة الألمانية ومن ما تقوم به ألمانيا بمطاردته، ولذلك كان أعتقد من خلال شبكة التواصل الاجتماعي والتقنية الموجودة لدى إسرائيل الوصول إليه كان سهل بالنسبة للموساد الإسرائيلي. ولكن في هذه الحالة أنا أعتقد أن لماذا إسرائيل اختارت هذا الهدف؟ لأن توصل رسالة للنظام برسالة جدا قوية بأنها تستطيع متى تشاء في داخل طهران بهذا الشكل. من واشنطن الباحث في الشأن الإيراني الدكتور حسن هاشميان، شكرا على حضورك وعلى كل ما تفضلت به من إفادات وقرات. الآن إلى السودان، حيث وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان لمدينة مروي في زيارة تأتي بعد 4 أيام على إسقاط الجيش السوداني 3 مسيرات قامت بإطلاقها قوات الدعم السريع نحو المدينة. هذا وتفقد رئيس مجلس السيادة السوداني خلال زيارته لمروي عناصر الجيش المتمركزة في المدينة. في سياق اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في قرى واقعة شرقي واد مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط الخرطوم، حيث تمكن خلالها الجيش من تحقيق تقدم ملحوظ. وأبلغت مصادر عسكرية أن قوات الجيش السوداني توغلت نحو قرى شرق مدني واشتبكت مع قوات الدعم السريع بالقرب من بلدة الشبارقة. وأضافت المصادر أن الجيش حقق تقدما ملحوظا، ما دفع بقوات الدعم السريع إلى الانسحاب والتمركز في قرية الشبارقة نحو 20 كيلومترا شرقي مدني. إلى ذلك قال إعلام مجلس السيادة إن عضو المجلس نائب القائد العام للجيش شمس الدين الكباشي وصل اليوم إلى مدينة المناجل في ولاية الجزيرة لتفقد الخطوط الأمامية للجيش، وذلك بعدما زار مدينتي الفاه وكوستي في ولاية القضارف والنيل الأبيض. إذن يتسلط الضوء من نحو أسبوعين نحو أو أكثر على اسم الفاشر، وهي العاصمة التاريخية لإقليم دارفور، على الرغم من أنها ليست أكبر مدنه من حيث الكثافة السكانية. يتكون إقليم دارفور كما تشاهدون من 5 ولايات مسمات بالاتجاهات، أي شمال وجنوب وشرق وغرب ووسط. وبعد إعادة نظام الأقاليم قبل سنوات سميت الفاشر عاصمة للإقليم. ومنذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عام تساقطت مدن الإقليم واحدة تلو الأخرى بيد الدعم السريع بعد قتال عنيف ضمن الصراع الدائر في السودان. عمليا ومنذ أشهر لم تتبقى لقوات الجيش السوداني في ولايات دارفور الخمس إلا مدينة الفاشر وجيوبا صغيرة حولها يحتمي فيها مئات الآلاف من النازحين الفارين من ويلات الحرب. حال الفاشر كحال مدن دارفور الأخرى الكبيرة، محاطة منذ بدء الحرب في العام 2003 بمعسكرات النازحين الذين فروا من ويلات الحرب لتصبح المعسكرات مأواهم وكذلك حياتهم. وبالإضافة إلى ذلك، ومنذ توقيع اتفاق السلام في جوبا في عام 2020 والذي بموجبه وضعت الكثير من الحركات المسلحة جانبا وانخرطت في العملية السياسية والحكم قبل أن تندلع الحرب وتتوقف عجلة الانتقال الديمقراطي، كثرت
التحذيرات من انفجار الوضع في الفاجر وهي ناجمة عن خطورة الوضع هناك، فكل المعارك التي دارت في السودان كانت بين طرفين هما الجيش والدعم السريع، لكن الحرب إذا اندلعت في الفاجر فإن أطرافها أكثر من 3 أو 4 بالإضافة إلى الجيش والدعم السريع، توجد قوات لحركات مسلحة داعمة للجيش وأخرى داعمة للدعم السريع وأخرى تتخذ من الحياد موقفة، وتبقى بذلك الفاجر المكتظة بالمدنيين والمسلحين في آن واحد تبقى قنبلة موقوتة إن انفجرت لن يسلم منها أي طرف بحسب تحذيرات المراقبين من الأرض وكذلك التقارير الأممية. وأحب أن أوضح للعالم وللمجتمع المحلي والدولي أن الفاجر آمنة. الزول اللي بيشاهد القنوات العالمية بيعتقد أن الفاجر على شفا حفرة من النار، لكن نؤكد نحن من داخل مدينة الفاجر، الفاجر آمنة بفضل قواتنا في حركات الكفاح المسلح وكذلك قوات الجيش السوداني وكذلك القوى الشعبية للدفاع عن النفس. ونؤكد للعالم أجمع أن الأيلام اللي قاعد يتروج حول حصار فاجر وحول دخول الجنجويد للفاجر والضغط على مدينة الفاجر سوف تكون مقبرة فاجر تكون مقبرة الجنجويد. الآن اللي أنا أؤكده أن الجنجويد هم المهاسرين في الفاجر وليس المواطنين، ونطمن كذلك المواطنين أنه يعني سوف لم يأتيهم عزية من هؤلاء الميليشيا. القوات قادرة على حسم المعركة في الفاجر وقادرة على تحرير دارفور كاملا من الدنس هؤلاء الميليشيا. من القاهرة تنضم إلي الدكتورة نازك أبو زيد رئيس مكتب أطباء السودان من أجل حقوق الإنسان. أيضا من القاهرة ينضم إلي الأستاذ عثمان ميرغني، وسينضم إلي لاحقا الدكتورة نازك. هل بالفعل كما أشرنا الفاجر تعتبر استثناء من حيث الوضع الإنساني بالفعل انفجر فيها الوضع لأن بها أصلا نازحين من الحرب القديمة طبعا المنطلقة بعد اتفاقية السلام والوضع فيها ومنعزلة ولا تصل المساعدات والناس بح صوتهم يعني على أمل أن لا تندلع هذه المعركة؟ مرحبا بك أستاذ سعد الدين. مرحبا. ومرحب بضيفك. يعني الفاشر ليست بمعزل عن الأوضاع الإنسانية المتردية. بالأمس القريب أصدرت رابطة محامي دارفور بيان تتحدث فيه عن الوضع الإنساني وشح المواد الغذائية والاستيلاء على مواد الإغاثة واعتراضها واعتراض القوافل وهكذا عن يعني هذا ما يخص الوضع الإنساني في الفاجر. الفاجر تعاني كما تعاني جميع مدن السودان حتى التي لم يصلها الصراع والقتال، هي تعاني كنتيجة للحالة الأمنية المتدهورة، كنتيجة لفشل الموسم الزراعي، لانعدام الخدمات، لقطع الاتصالات والإنترنت، لكل هذه الأسباب ولاعتراض القوافل المواد الإغاثية. كل هذه الأسباب جعلت جميع مدن السودان متأثرة بهذا، ولكنهم على الأقل يعني تظل على الأقل الناس لجأوا إلى الفاجر لأنها ظلت المنطقة الوحيدة ربما الآمنة وكان الوضع فيها يعني تحت السيطرة باتفاق الأعيان وبمحاولات داخلية أن يبقوا الأوضاع على ما هو عليه، وبالتالي لا نتحدث عن الفاجر الآن كمدينة، كل أهالي دارفور الآن هم في الفاجر يعني الذين هربوا من المعارك في المناطق الأخرى كما تعلمين أستاذ نازك. واسمحي لي أن أرحب الآن بانضمام الأستاذ عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية. مرحبا بك، تفضل أستاذ نازك. نعم، يقول هذا البيان يتحدث صراحة عن أن الصراع حول المواد الإغاثية، أن حكومة بورت سودان لم توافق على إدخال مواد الإغاثة عن طريق الحدود التشادية، فبدلا لها ذهبت هذه المواد من بورت سودان مدني كوسي الأبيض دارفور. وصلت هذه تم بيع جزء من هذه المواد الإغاثية في مدينة الأبيض، ويقال أن هناك 28 شاحنة من المواد المخصصة لدارفور قد بيعت أيضا
في مدينة الدبة. هذا البيان لمحامي دارفور يقول أن هذه المواد جزء من هذه المواد وصلت بالفعل إلى حكومة ولاية شمال دارفور اللي هي الفاشر طبعا، ولكن وجاء مناديب من جميع ولايات دارفور الأخرى لاستلام حصتهم، ولكن رفضت حكومة الفاشر تسليمهم هذه المواد، وبالتالي يعني هم معترضون، وظهرت هذه المواد بيعت في السوق يعني. فهذا يؤكد أن 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 الفاشر مهددة يعني بوضع غذائي سيء أيضا. نعم أستاذ عثمان مرغني، مع شرعية أن الجيش هذه مدينة كسائر مدن السودان، ولكن ليست استثناء. إن كنا نتحدث عن كارثة وكلفة حرب المدن، فالفاشر المثال الأعلى لتمظهر هذه الكارثة التي يمكن أن تقع. أنت تعلم للتعقيدات الإثنية، لوجود معسكرات أصلا لنازحين في العراء، يعني لا يستطيعون أن يقوا أنفسهم شر قذيفة هنا وهناك، وعدم توفر حتى مستشفيات يمكن أن تتعاطى مع شكل هذه الإصابة. نعم، يعني يجب أن نضع في الاعتبار أصلا أن الفاشر منذ بداية حرب دارفور في بداية الألفية ظلت تعاني من المشاكل الأمنية، الهشاشة الأمنية، ومن المشاكل الإنسانية. المعسكرات التي معسكرات النزوح الأولى ظلت طوال عقود من الزمن حتى الآن موجودة في دارفور أو في الفاشر بالتحديد، ولم تنتهي، يعني لم يتم إزالة آثار تلك النكبة الإنسانية الكبرى منذ بداية حرب دارفور. الآن مرة أخرى تدخل في موجة جديدة من الحروب، وهذه المرة تختلف عما سابقتها. على الأقل كان هناك جزء من الوطن يمكن أن يساعد، الآن ربما السودان كله تحت ظلال السيف. أصبح هناك مشكلة مركبة داخل الفاشر، وزاد من تفاقم هذه المشكلة أن الحرب التي اجتاحت الولايات الأربعة الأخرى في دارفور نتج عنها نزوح جماعي إلى الفاشر، والآن أصبح هؤلاء النازحون عليهم أن ينزحوا مرة أخرى، وقد بدأوا اليوم بدأت مجموعات كبيرة منهم تغادر المدينة. هذا يعني زيادة في الأزمة الإنسانية، لكن المشكلة إلى أين يمكن أن يذهبون، وما هي التقديرات يعني إن كانت للحركات التي تقاتل جانب الجيش الآن أو الجيش نفسه الذي يعتبر هو السلطة يعني المسؤول الآن من الوضع، أين سيذهب هؤلاء؟ يعني أنا أقصد نازحين أصلا في معسكرات، سكان الفاشر قد يكون لهم أقارب لديهم قدرة لتوفير حق الترحيل إلى أي مكان آخر، ماذا عن سكان هذه المعسكرات يعني؟ لا، هو هذا طبعا السؤال سيكون صعب جدا لأي لاجئ الإجابة عليه، لأنه ينزح في أي اتجاه. هناك مشكلة أخرى في النزوح نفسه، النزوح هنا ليس آمن، الفاشر محاصرة من أكثر من اتجاه بواسط قوات الدعم السريع، وفي كل الأحوال الحصار العسكري حولها ليس مجرد حصار عسكري بالصورة المجردة، هناك حصار آخر، لأنه وجود قوميات أو قبليات مختلفة في المنطقة يجعل هذه القبليات نفسها جزء من الأزمة وجزء من الحصار. يعني أنا أفترض مثلا إذا حاول النازحون أن يذهبوا في اتجاه الولايات الأخرى أن يذهبوا في اتجاه الشرق، اتجاه الشرق تقريبا مقفول بصورة كاملة بواسط قوات الدعم السريع، وهذا الطريق شبه معطل ولا يمكن عبوره، حتى ولو عبروه ليس الطريق حتى في الطريق نحو الخرطوم ليس آمن، هناك كثير من المناطق الأخرى التي تعاني من مشاكل واختلالات أمنية. نفس الوضع في الجانب الغربي، وهناك أصلا بعض القرى التي أزيلت بالكامل في الناحية الغربية من الفاشر، كل هذا يجعل حتى خروج من الفاشر نفسه هو في حد ذاته مخاطر أخرى. وبالتالي هل ترى أن هذه المعركة ضرورية وحتمية؟ وأذكرك قبل أن أعود للدكتورة النازك، أذكرك أن الفاشر كانت النولة التي انطلق منها الصراع مع من يحملون السلاح الآن، وكان يحاربهم مع من يقاتلونه من يحملون السلاح الآن إلى جانب الجيش، وهذا يعني أن لا حل، الحلول صفرية في هذه القضية، وكأنما عدنا تصفير هذه القضية ببعد جديد، بعد قبل جديد انعكست فيه الآية. أستاذ عثمان، نعم، لكن المؤشر الآن أخطر مما كان في الماضي بصورة كبيرة جدا. أولا احتلال، لو افترضنا، وأنا أعتقد أن هناك مشكلة بالنسبة لقوات الدعم السريع في هذه المعركة، يعني هي ليست معركة سهلة، هي ليست مثل المدني، يعني صعوبة بمكان أن تخترق قوات الدعم السريع منطقة الفاشر العسكرية، لكن في كل الأحوال
المعركة بشكلها الإنساني لم تبدأ الآن، يعني المشاكل الإنسانية التي يتوقع أن تنشأ من هذه المعركة لم تبدأ، لأن المعركة لم تبدأ الحقيقية. عندما تبدأ هذه المعركة ستتشكل لوحة جديدة مختلفة تماما في كل الاتجاهات. أسوأ ما فيها الاتجاه الذي يتعلق بالمفاوضات. أنا أعتقد أن الدخول الفاشل يعني عمليا توقف أو ربما فشل المفاوضات بصورة كاملة، وهذه آخر جولة. هذه يجب أن نضع في الاعتبار أن هذه الجولة إذا فشلت فإن ذلك يعني عمليا أن هذه الحرب لن تحسم إلا بالسيوف. وللأسف الشديد لم يتبقى في الوطن ما يمكن أن يستحمل مزيد من هذه الحرب. وليتها لوحة جديدة أستاذ عثمان التي تتشكل على الأقل، اللوحة فيها ألوان يمكن أن تكون زاهية، يعني هي تكرار لمأساة للأسف. دكتور نازك، تحسبا هل هنالك قدرة على التعاطي طبيا من حيث الأدوية، توفر الكوادر للا قدر الله يعني التعاطي وتداوي المدنيين الذين قد طبعا يسقطون دائما يدفعون الضحية في مع اندلاع هذه المعارك؟ نعم، الفاشر هي كباقي مدن السودان التي تندلع فيها أو اندلعت فيها الحرب. طبعا هذه الحرب نتائجها كارثية، أعداد الإصابات، الاحتياجات للخدمات الطبية وخدمات الطوارئ، أعتقد أن ستكون أقل كثير من يعني من أن تغطي هذه الأعداد إذا حصلت هذه الكارثة. يعني ليست هنالك استعدادات كافية لاحتواء نتيجة هذه الحرب. يعني نعم، الموجود حاليا هل هو في وضع آمن من طواقم طبية وصيادلة وغيره من المنظمات التي تعمل، يعني في أتحدث عن الهلال الأحمر وغيره، هل هي في وضع يؤهلها للتعاطي وإن قلت الإمكانيات مع ما يجري؟ نعم، ليست هنالك يعني ليس هناك استعداد كافي، لأن العاملين في المجال الطبي هم جميعا عاملين وطنيين، يعني من أطباء وكادر صحي وغيرهم. المستشفيات نفسها تعاني من شح الأدوية، من شح الإكويبمنت أو المعدات، تعاني من قلة أو ندرة العامل الطبي، يعني الاختصاصيين الطبيين. ومع منع مثلا منظمات كمنظمة أطباء بلا حدود والصليب الأحمر وغيرها واعتراض قوافلهم وإيقاف خدماتهم في الفاشر، فلا أعتقد أننا سنكون أمام كارثة. هل حصلتم على أرقام وتقارير عن عدد الكوادر المستشفيات التي يمكن ربما تستطيع أن تتعاطى مع هكذا واقع، أم من الصعب أيضا في ظل الظروف الحصول حتى على معلومات وتقارير؟ نعم، في ظل انقطاع الإنترنت ويعني الاتصالات يبقى يعني الاتصال ضعيف، ولكن يعني عموما ما زالت مدينة الفاشر، ما زالت مثلا مستشفى الفاشر العام، هنالك مستشفى للعسكري، وهنالك مستشفيات صغيرة أو مراكز صغيرة ما زالت تؤدي الخدمة. ولكن لتكدس أعداد النازحين إلى مدينة الفاشر أصبحت يعني فوق يعني الاحتياجات فوق قدرة هذه المراكز والمشافي الطبية. نعم أستاذ عثمان، الأصل هي مكتظة يعني. أكمل هذه الفكرة، تفضل دكتور نازك. فما بالك إذا أضيفت إليها. نعم أستاذ عثمان، الفاشر كانت في وضع التعليق لفترات طويلة جدا، الجيش موجود في جانب، الدعم السريع، استطاعت الأعيان أن تحافظ على هذا الوضع، ما الذي طوره وبدخول أبعاد جديدة لا نستطيع أن ننكرها، أن من دخلوا إلى جانب الجيش الجديد هنالك حساسات تاريخية، مرارات يمكن أن تفجر على مستوى الوضع الاجتماعي أو الحواضن الاجتماعية صراعا جديد، ونذكر الجنينة يعني، وبالتالي هل يمكن اللحاق أم لا؟ انفجر ولا بد من معركة في الفاشر.
نعم، أنا أعتقد هذا السؤال جيد جدا. أولا أن الفاشرة الآن تغير موقفها لسببين. السبب الأول هو انحياز قوات الحركات المسلحة لصالح الجيش، أعطى بعد جديد للوضع داخل الفاشرة الذي كان محسوب على أنه محايد، حتى ولو ظهر ظاهريا محايد وكانت هناك ارتباطات بين الطرفين، بعض الحركات مع الجيش والأخرى مع قوات الدعم السريع. هذا كان جانب. الجانب الآخر، أنا أعتقد أن هناك ربما استشراف لمرحلة جديدة. هذه المرحلة قد تتطلب أن يكون في يد الدعم السريع ورقة ليفاوض عليها أو يساوم عليها مقابل مناطق أخرى، ولاية الجزيرة، ولاية خرطوم. أنا أعتقد أن التسوية ربما تفضي إلى خروج الدعم السريع من ولاية الجزيرة وولاية الخرطوم واستبقاء منطقة دارفور تحت يد الدعم السريع. ولو رجعت هناك مخاوف أن يكرس هذا للنظامين في دولة واحدة، يعني أن تستأسد الدعم السريع بخمس ولايات. نعم، يعني وتخلي الجزيرة والمناطق. نعم، أنا أعتقد سنفرض هذا الواقع يعني، وهو مخيف أكثر. نعم، أعتقد، لكن ليس في الاتجاه الذي يعني التقسيم، ليس في الاتجاه الذي يعني الانفصال. أنا أعتقد أنها ستستخدم كورقة قوية. دعنا نفترض على الأقل من حسن الظن أن يكون هناك على الأقل ربما ترتيبات وتوافق بين الطرفين، لأن هناك تصريحات سابقة للرئيس البرهان كان يتحدث فيها أن على قوات الدعم السريع أن تخرج من ولاية الجزيرة ومن ولاية الخرطوم، لكنه لم يذكر ولايات دارفور ولم يذكر إقليم دارفور بالتحديد. هذا قد يعني على الأقل الخروج مؤقتا لحين التسوية النهائية تكون هذه القوات موجودة في دارفور. هذا ربما يعني السيناريو الأفضل الذي يمكن أن نتمناه، لكن ربما هناك سيناريوهات أخرى تنشأ من ظرف قد يستجد في أي لحظة، لأن رأينا كثيرا أحيانا المسائل ليست مرتبة بهذه البراءة. كثير من الأشياء تنتج من حوادث عرضية تغير تماما الشكل الذي هو موجود في الواجهة. يمكن أن ينشأ فعلا سيناريو بمثل هذا الشكل، بمثل هذا الترتيب والتفاهمات، لكن في أي لحظة يتحول إلى سيناريو آخر ربما يفضي فعلا إلى فصل دارفور من الخارطة السودانية. من القاهرة الأستاذ عثمان ميرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية، ومن القاهرة كذلك الدكتورة نازك أبو زيد، رئيس مكتب أطباء السودان من أجل حقوق الإنسان. شكرا لكم على حضوركما وعلى كل هذه الإفادات والقراءات. انتهت وتكاملت موضوعات التاسعة عشرة لهذه الليلة. شكرا لمتابعتكم، تحياتي لكم، إلى اللقاء.